مساء الخير لكل الحضور، مساء الخير لمشاهدي الام تي في. نحن معكم مباشرة من مجمع فؤاد شاب الرياضي بجونة لنتابع سوا بعد وقت قليل المباراة المنتظرة Game of Legends. مثل ما شايفين المشاهدين على التي في حضور جماهيري قياسي، يمكن لأول مرة مجمع فؤاد شاب الرياضي بجونة عم يشهد هالحضور الجماهيري الكبير. الآلاف من محبي الفوتبول بلبنان اجوا ليتابعوا نجوم لبنان بمواجهة نجوم العالم، 8 لاعبين عالميين ربحانين بطولة العالم، بطولة أمم أوروبا، تشامبيونز ليج، بطولات أوروبية وغيرها، رح يكونوا متواجدين على أرض الملعب، أرض ملعب فؤاد شهاب مباشرة وحصرياً على الام تي في. أكيد هالمباراة تعتبر تكريم كبير للاعبين اللبنانيين اللي اعتزلوا من فترة قصيرة وثبتوا حالهم بشكل كبير إن كان بالملاعب اللبنانية أو بكل المشاركات الخارجية. عنا نجوم لبنانية بنفتخر فيهم، رح نشوفهم اليوم على أرض الملعب عم بيواجهوا نجوم كتير كبار بالفوتبول العالمي. وقت قليل ورح نبلش أكيد بداية مع النشيد الوطني، بعدها رح نشوف اللاعبين مع زميل جد عيبس بتعريف عن كل لاعب على أرض الملعب. ننتقل لألك جاد. شكرا لألك جورج. بدي اسمع حماسكم كل الموجودين معنا بجونية، سمعونا حماسكم، فرجونا لبنان قديه بيعرف يحمس حضاريا لعبة كرة القدم. رح نبدا مع حكام المباراة محمد درويش، ربيع عميرات، علي المهداف. اذا حكام المباراة محمد درويش، ربيع عميرات، وعلي المهداف. دخول اللاعبين اللبنانيين: رضا عنتر، موسى حجاج، جمال طه، بول رستم، فؤاد احجازي، مالك حسون، محمد قصاص، زياد الصمد، عباس عطوي إنيكا، جمال الحج، وردان غزاريان، فيصل عنتر، المدرب أميل رستم. إذن زفة كتير كبيرة لنجومنا اللبنانيين. وهلا رح نبدا مع واحد من افضل الحراس المرمى اللي عطوا بالدوري الانجليزي والالماني، اختير مرتين من الاتحاد الاوروبي كافضل حارس مرمى لنادي عامي 97 و2006، خاض كاس العالم 3 مرات مع المنتخب الالماني، حامل الرمل القياسي بالشامبيونز ليج، يانس ليبان. بانتظار اكيد وصول الحارس الالماني العملاق يانس ليمان الى ارض الملعب، بدنا نذكركم اكيد انه في مفاجآت كبيره خلال سهرتنا اليوم، مش بس مباراه كره قدم بين نجوم لبنان ونجوم العالم،
هناك ايضا مفاجآت كثير حلوه راح يتم الاعلان عنها من ارض الملعب واكيد على الام تي في بشكل مباشر. النائل الحصري بنذكر الام تي في لهالحدث الرياضي الكبير لهالعرس الكبير بكره القدم. لاول مره بلبنان عم نشوف نجوم عالميين من طراز لويس فيغو تريزيجيه وبيول وغيرهم على الاراضي اللبنانيه بمواجهه هالنجوم اللي عم تشوفون امامكم نجوم الكره اللبنانيه اللي بنفتخر فيهم كثير وعم تشوفوا تباعا. تحيه كثير كبيره لالهم. جاد مرجع لألك. اوكي جورج اذا مرجع منعرف عن اول لاعب لليوم اللاعب اللي اشتهر مع نادي ارسنال حامل قرابة الياسي بمباراة التشامبيونز ليج 10 مرات كلين شيتس الحارس الالماني يانس ليمان. يانس ليمان من أبرز ميلاد كظهير أيمن بشيلو مع نادي ريال مدريد من 1999 ل 2009. رحبوا معي بالمدافع الإسباني ميشيل سالجادو. مدافع شرس وصاحب على ارض الملعب اشتهر مع نادي انتر ميلانو حيث خاض معه 10 مواسم من 2001 2011. اشتهر بالنطحه الشهيره ضد زين الدين زيدان. ماركو ماتيراتي الناس منتخب فرنسا ونادي جوفنتوس وموناكو شكل ثنائي ضارب مع تييري هنري معروف بالهدف القاتل بكأس أمم أوروبا عام 2000. رحبوا معي بدافيد دافيد 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 تريزيجيه. البرتغال على ارض الملعب افضل لاعب العالم لعام 2001 لعب مع برشلونه ولعب مع نادي ريال مدريد. رحبوا معي لويس فيغو. واحد من رموز نادي مانشستر يونايتد وواحد من افضل اللاعبين الانجليز على مر التاريخ خاض مع نادي مانشستر يونايتد 718 مباراة رسمية احرز خلالها 11 لاعب للدوري الانجليزي الممتاز. رحبوا معي باللاعب الانجليزي بول سكول. من الطراز العالمي واحد من افضل من لعبه على الظهير الايسر معروف باستداته الحره الصاروخيه
وأبرزت الضربة الحرة ضد فرنسا عام 1997. ربح كأس العالم عام 2002 مع منتخب البرازيل. رحبوا معي في أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس. برشلونة وإسبانيا، واحد من أفضل المدافعين اللي مروا بالعالم، ربحان كأس العالم، كأس أوروبا، للشامبيونز ليج، أسد برشلونة، كارلوس بويول. النشيد الوطن اللبناني معطوني أبو شودة. كلنا للوطن للعلا للعلم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال. كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا للوطن. كلنا لبنان لبنان. بدي اطلب من جميع الصحفيين تتفضلوا لبرا، اعملوا معروف. بدي ارجع اطلب من كل الصحفيين تتفضلوا لبرا، اعملوا معروف. كل الصحفيين لبرا، اعملوا معروف. اعملوا معروف الصحافه لبرا. يلا شباب بليز كلنا لبرا. كلمة رئيس مجلس إدارة شركة أرابيكا سبورت سيد عدنان ياسين. حاسس حالي بحلم صراحة، أكيد كلكم كمان حاسين حالكم بحلم. بدي رحب بكل الشخصيات السياسية، الأمنية، الإعلامية، الفنية وجميع الرياضيين، والتحية الكبيرة للجيش اللبناني. والتحية الأكبر لأهالي الشهداء اللبناني.
كتار منكم عم يسألوا ليش ربطنا الجيش بهالإيفنت. لسبب بسيط، إنه كلنا منحس بالوطنية بموقفين، لما نشوف الجيش اللبناني بالمعركة ولما نشوف منتخبنا عم يلعب. نحنا كمان اليوم عم نبرهن إنه الفوتبول هو اللعبة الشعبية الأولى بلبنان، وهالمبادرة حتى لو كانت فردية نحنا بدنا هالمبادرة تحمس القطاع الخاص والعام والإعلاميين والصحفيين والكل إنه نوحد جهودنا تنرفع اسم لبنان ونرفع مستوى هالرياضة. كمان بدي أخبركم شغلة، إنه هيدا الإيفنت عم بيحصل على أكبر تغطية إعلامية بتاريخ لبنان، وللعيبة اللبنانية يعطيكم ألف عافية، شرفتوا المنتخب، شرفتونا وقدمتوا كتير للمنتخب وللبنان، يعطيكم ألف عافية. And for the World Stars, despite the security warnings, you are here tonight. You guys are ambassadors for football and unity. And thanks for coming to Lebanon. But show us what you got. ختاماً بدي أتشكر وزارة السياحة اللي قدمته لهالمهرجان، وكمان كل العاملين معنا سبور إيفازيون المنظمين، والكل اللي تعبوا معي بهالإيفنت. بوعدكم إنه ما حيكون هيدا آخر إيفنت، إن شاء الله الإيفنت اللي بعده حيكون أكبر. Enjoy the match. شكرا لعدنان ياسين، أكيد صاحب شركة أرابيكا سبورتس، يلي لولا وجود حلم عنده إنه هالإيفنت يصير ما كان تحقق، الحلم تحقق فعلا. مثل ما عم تشوفوا 8 سوبر ستارز بعالم الفوتبول متواجدين عرض الملعب بمواجهة نجومنا اللبنانيين يلي بنفتخر فيهم كتير. بداية أكيد مع السلام التقليدي بين الفريقين مع الحكام والجهاز الفني لكل فريق. فعلا مباراة منتظرة، رح نشوف شوطين، كل شوط لـ30 دقيقة، أكيد حماس كبير. 10,000 متفرج، بحب لكم كل الموجودين بالملعب اليوم، 10,000 متفرج موجودين بمجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني، عاملين أجواء كتير كتير حلوة لأول مرة عن جد بتاريخ الفوتبول اللبناني، ولأول مرة بمجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني عم نشوف هالعدد الكبير من الجماهير بهالمباراة المنتظرة. Game of Legends، نجوم العالم بمواجهة نجوم لبنان. روبرتو كارلوس، كارلوس بيول، كل هالنجوم عم بيستعدوا لضربة البداية يلي رح يطلقها بعد لحظات. معالي وزير السياحة الأستاذ ميشيل فرعون، موجه له تحية كتير كبيرة. وأكيد رح نكون مع ألعاب نارية كتير حلوة بعد لحظات تعلن انطلاق هالمباراة الحدث، هالمباراة التاريخية يلي أنا شخصياً وبعرف كتار منكم بيتأمل أنه تكون عن جد بداية مثل شوك إيجابي للفوتبول اللبناني، لنرجع نشوف ملاعب خضرة مثل هيدي، عن جد ملاعب ولا أجمل، نرجع نشوف بطولة بمستوى عالي، نرجع نشوف كمان مستوى بكل شيء من حضور جماهيري مميز وكمان من تنظيم مميز مثل هالتنظيم اللي شفناه اليوم بهالإيفنت. كلكم ناطرين أكيد ضربة البداية، تحضيرات يانز ليمان هالحارس الألماني العملاق يلي وصل للنهائي يورو 2008 مع المنتخب الألماني، وصل كمان للمركز الثالث بمونديال 2006 مع المنتخب الألماني، لكن كمان عمل ريكورد كتير كبير مع فريق أرسنال الإنجليزي، 49 مباراة من دون أي خسارة. هيدا رقم بعده لهلأ مسجل بالتاريخ لفريق الجونرز، وكان وقتها هالحارس اللي عم تشوفوه يانز ليمان هو الحارس لنادي أرسنال. ميشيل سالغادو كمان اللاعب الظهير يلي كان ضمن فريق الجالاكتيكوس لفريق ريال مدريد، جالاكتيكوس عم نحكي بزين الدين زيدان، بديفيد بيكهام، بلويس فيجو،
بلاعبين كبار قسم منهم موجود اليوم عرض الملعب، روبرتو كارلوس هون، ميشيل سالجادو هون، ولويس فيجو هون. تخيلوا ثلاث لاعبين من فريق الجالاكتيكوس التاريخي لريال مدريد موجودين اليوم على الاراضي اللبنانيه، وهذا انجاز اكيد كثير كثير كبير يسجل للفوتبول اللبناني ولشركه عربيكا سبورتس كمان. لام تي في دائما معكم باهم المواعيد الرياضيه، مثل ما وعدناكم هالايفنت راح يصير وصار على ام تي في. وقت قليل اكيد لانطلاق العاب الناريه ولضربه البدايه مثل ما ذكرنا اللي راح يتلقى معالي وزير السياحه الاستاذ ميشيل فرعون، نحن ناطرين اكيد هالشيء. لويس فيجو اللاعب يلي احدث ثوره كبيره بعالم الفوتبول بانتقاله من نادي برشلونه لنادي ريال مدريد، واكيد ما بحب يتذكر ابدا فيجو مباريات الكلاسيكو اللي كان يخوضها مع فريق ريال مدريد على ارض فريق البارسا بكتالونيا بالنو كامب، لانه كان يعامل معامله كثير كثير سيئه من قبل الجماهير، جماهير فريق الكتالوني بطبيعه الحال يلي اعتبرته خاين كبير. رح نتابع جولتنا على اللاعبين وعم نوصل لماركو ماتيرازي. اكيد كلكم بتذكروا الحادثه الشهيره بنهائي مونديال 2006 بين المنتخبين الايطالي والفرنسي، وقتها ماركو ماتيرازي ما بعرف شو قال له لزين الدين زيدان، حدا بيعرف شو قال له لزيدان؟ شيء عيب عيب عيب. ماركو ماتيرازي تفوه اكيد بكلمات وقتها ليعصبه لزيدان عرض الملعب. زيدان كابتن منتخب فرنسا كان بهالمونديال هيدا، تصرف تصرف غريب، نطحه مثل ما الكل تابع لماركو ماتيرازي وقتها، وهالشيء تسبب بطرد النجم الفرنسي من المباراة وأثر سلبا على معنويات منتخب الديوك اللي خسر وقتها بركلة الترجيح مع منتخب إيطاليا. يعني اليوم معنا بطل عالم عرض الملعب، أكيد معنا كتير أبطال عالم، واحد منهم عم نشوفه هلأ روبرتو كارلوس، بس كمان ماركو ماتيرازي هو بطل العالم، هو بطل للتشامبيونز ليج أيام الفترة التاريخية لفريق الإنتر مع المدرب العملاق خوسيه مورينيو واللاعبين النجوم الآخرين يلي كانوا ضمن فريق نادي إنتر ميلان يلي بهالسنة وقت عمل التريبلي التاريخية، لعب وفاز بالدوري الإيطالي بكأس إيطاليا وبدوري أبطال أوروبا. ماركو ماتيرازي عم نشوفه أمامنا، وكمان رح نتابع جولتنا على اللاعبين الموجودين على الملعب اللي عم يتحضروا اكيد لهالمباراة. نوصل لكارلس بيول، هاللاعب يلي فعلا يمكن يعتبر اكثر لاعب ربحان بطولات على ارض الملعب، ما بعرف يعني اذا بنعد الكؤوس اللي ربحانها كارلس بيول يمكن ما بتساع اليوم بارض الملعب، لانه بيول ربحان بطولة امم اوروبا، بطولة العالم، وربحان تشامبيونز ليج، وربحان الدوري الاسباني، وبطولة العالم للاندية، وغيرها من الالقاب، الكوبا ديل ري اكيد، وغيرها من الألقاب كلها ربحانها هالنجم هيدا كارلس بيول. يعني مسيرة من الأحلام لأي لاعب بعالم الكرة، كارلس بيول محقق كل شيء هالنجم اللي عم نشوفه، وأكيد لولا إصابته كنا بعدنا عم نشوف لهلأ قائد دفاع فريق برشلونة كارلس بيول عم بيلعب مع ليو ميسي، مع نيمار، ومع لويس سواريز، ومع إنيستا، ومع كل نجوم فريق برشلونة. ميشيل سالجادو حكينا عنه أكيد، واحد من اعضاء الجالاكتيكوس لريال مدريد، وهو هن النجوم. دافيد تريزيجيه اكيد غنى عن التعريف، صاحب الهدف الفضي سيلفر جول وقتها. هون بول سكولز عم نشوفه كمان، نجم فريق المان يونايتد يلي ربحان كل شيء مع نادي مانشستر مع الفتره التاريخيه على ايام سير اليكس فيرجسون، ربحان الشامبيونز ليج، ربحان الدوري الانجليزي والقاب عديده جدا. بول سكولز الكتار بيعتبروه يمكن اعظم لاعب وسط دفاع بالعالم، بعرف كثير من مشجعي فريق مانشستر هون، سمعونا صوتكم مشجعي فريق مانشستر يونايتد، وينكم؟ جماهير اكيد عم تكون موجوده اكثر شيء لفرق يونايتد، ريال، بارسا، هالفرق الثلاثه الممثله بقوه بارضيه الملعب. نحن مشاهدينا من بعد هالتعريف القصير نوعا ما على اللاعبين رح نتوقف لبريك علينا وبنرجع معكم لضربه البدايه بجيم اوف ليجندز. عوده معكم مباشره لمجمع فؤاد شهاب بجوني لمتابعه وقائع الجيم اوف ليجندز، مباراه العمر بين نجوم لبنان ونجوم العالم. ننتقل هلا لزميلتي ساندرين جبرة لبعض المقابلات ونتابع اكيد من بعدها ضربه البدايه.
نعم جورج، يعني أكيد الكل بانتظار انطلاق هالمباراة الفريدة والمشوقة. إنما قبل رح نكون مع وقفة صغيرة مع منظم The Game of Legends وصاحب شركة سبور إيفازيون بسام الترك. بسام، يعني قدي اللبنانية اشتاقوا إنه يشهدوا هيك حدث رياضي بهالحجم بلبنان؟ لكن مش قصة اشتاقوا، بحياته ما صار هيك صراحة. يعني مثل ما قال لي عدنان ياسين المنتج تبع هالإيفنت اللي هو صاحب الفكرة وبمبادرته انه وي ميد هيستوري، قلت له انطر لا يخلص الجيم بعدين ويل توك اباوت ات. وهي مش نحن بنقول عن حالنا، الناس هن بيشهدوا، يا بيقولوا لنا يو ديد ا جود جوب، يا بيقولوا لنا لا كان فاشل. بس كتر خير الله الجمهور جبناه، الملعب عملناه. كانت منا هينه لانه ما في انفراستركتور بالملاعب. بدي احيي كل واشكر فؤاد صليبه وكل القيمين على مجمع فؤاد شيب لانه عملوا شغل بعقد. اشكر بلديه جوني السابقة لأنه أعطتنا الإذن، والحالية لأنه كملت معنا وفتحت لنا إيديها وعملت اللي ما بينعمل. كل العالم الفولنتيرز يلي كانوا معنا، الشباب يلي هن عائلتي ثلاث أرباعهم، الستاف تبعي اللي وين ما بكون بيكونوا معي. بلاهم بلاكم ما بسوى شيء، أنتم بتعقدوا. شو بدي أقول لك؟ هل برأيك هيدا الإيفنت رح يكون مثل ما بيقولوا بادرة خير أو مثل بداية لسلسلة مشاريع جديدة وأحداث رياضية جديدة؟ ليكي لكون صريح وكون عادل مع كثير ناس، مش أول مرة حدا بيطلع بهالفكرة، بس لأول مرة حدا استرجع يحط مصاري من جيبته ويجازف وياخذ مجازفة مالية، لأنه الإيفنت مثل هيدا بكلف تقريبا أكثر من نص مليون دولار بكل سهولة. بقى عن جد تحية لعدنان، بس الناس يلي بدها تاخذ مبادرات بدنا بس شوية سلام، مش ناقصنا شيء. بحبوا يجوا، امبارح سهرناهم شافوا اللي ما بينشاف، انبسطوا كيفوا، اليوم بعدهم مبسوطين. الجمهور بياخذ العقل، بيحبون. بفتكر ما قدرنا نهدي العالم، حتى القوى الامنيه كان لازم يساعدونا، صاروا هن عم بيساعد بايده، عم بياخذ كاميرا بايده الثانيه وعم بيقول له صور لي وامضي لي. يعني انا عاده بحكي، هلا ما عم بقدر اعبر، بس بدي انطر ليخلص الماتش، هلا بعدني كله هيك مكبوت. بسام، على اي اساس تم اختيار هول النجوم الثمانيه؟ وهل لقيتوا صعوبه تقنعون يجوا على لبنان او كانت سهله العمليه؟ ليك جيم اوف ليجندز هي فرانشايز، لعيبه البروفيشنالز يلي بيتقاعدوا بفوتوا بهال، اذا بدك بهالفرانشايز، اول شيء بيضلوا عم بيلعبوا فوتبول، بيكونوا عم بيعملوا كمان ترويج للعبه الفوتبول. في كذا لعيب، يعني كان في غير لعيبه ممكن يجوا حسب وقتهم. بتصير تقول انت نحن عندنا الجيم بهالنهار، مين بيقدر مين ما بيقدر، وبتركب الفريق حارس مرمى دفاع وسط هجوم. طيب اذا بدك تخبرنا شوي عن ملعب فؤاد شهاب والتحضيرات اللي صارت لتحضيره اكيد لهالمباراه، اخذ معكم كثير شغل خاصه انه بنعرف انه تم تصغير الملعب لانه عم نلعب يوم 8 ضد 8. ليك اخر مره شفته اخضر هيك عمري 48 سنه وانا ابن كسروان، ما بذكره لان ما شفته بحياتي اخضر هيك. مش هيك عم بشكر فؤاد قبل، عملوا شغل بعقد جبار. كان في مهرجانات جوني قبلنا، الجازون مره كان اصفر. ليك ان شاء الله منحمسهم انه للبلديه يحطوا مصاري يعملوا مجمع، خاصه الباك ستيج، الفيستير، الحمامات، الاكسس، الباركينج يكون مجهز. بيشيلوا 80% من الاورجنايزرز، من شغل الاورجنايزرز، وبنشير نجيب لهم اكثر بعد ومنكبر اكثر ان شاء الله. بسام، يعني ان شاء الله على طول نضلنا معجوقين ومشغولين بهيك نوع احداث رياضيه ومش غير اشياء. بدي اقول ثانكس لوزير السياحه لانه راعي الحدث، ميرسي كثير لبلدية جونيا، ميرسي كثير لكل السبونسرز، ما راح اعددهم لحتى ما انسى حدا منهم. ميرسي للكل، ميرسي للجمهور، ميرسي للام تي في، ميرسي ميشيل مر امنت فيي وصدقتني. ونتمنى لكم ان شاء الله نشوف ماتش حلو لبنان مع الاجانب مش ضد. ثانك يو لك بسام. نحن اكيد هلا رح ننطلق لانطلاق المباراه، انطلاق جيم اوف ليجندز. جورج برجع لك. شكرا 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 ساندرين. هلا اكيد نحن بانتظار ضربه البدايه اللي راح ينفذها معالي وزير السياحه الاستاذ ميشيل فرعون. سيد عدنان ياسين تفضلوا على نص الملعب لاعطاء ركله البدايه. بانتظار اذا اللحظه اللي كلنا ناطرينها، ضربه البدايه للجيم اوف ليجندز. عم نشوف معالي وزير السياحة بمنتصف الملعب عم بيسلم على اللاعبين. رضا عنتر النجم اللبناني اللي بنشوف حالنا فيه
اللاعب اللي احترف بألمانيا مع أندية مختلفة إن كان أفسي كولن فرايبورغ وهامبورغ وقدم مسيرة ممتازة جدا وشرف وبيض اسم لبنان بوحدة من أقوى البطولات العالمية بطولة البوندسليغا. النجوم العالميين طبعا وصورة تذكارية حلوة كتير مع معالي وزير السياحة مع عدنان ياسين صاحب شركة أرابيكا سبورتس. حلوة الصورة عن جد يعني قد ايه كنا نحلم نشوف لبنان عم بيلعب ببطولات مهمه بطوله العالم وكنا صدقوني من كم سنه قراب نحقق الحلم لولا تفاصيل ما بدنا نفوت فيها نرجع غير رياضيه اثرت وقتها على مشوار المنتخب اللبناني اللي كان كثير قريب نرجع بنقول انه يوصل للمونديال. لبنان فاز على كوريا الجنوبيه، لبنان فاز على ايران، فاز على منتخبات كبيره، فاز على الامارات وما كان بعيد ابدا يوصل للمونديال. ما بدنا نرجع لورا، بدنا نطلع لقدام ونكون متفائلين بالفوتبول اللبناني وان شاء الله مثل ما قلت بالبدايه عن جد يكون هالايفنت نوع من شوك ايجابي لكره القدم اللبنانيه نرجع نشوف فوتبول من هالايفنت هيدا الايفنت الحلو من هلا ورايح نشوف ملاعب خضراء وكره قدم جميله. ضربه البدايه اكيد الرمزيه والحقيقيه للملعب للمباراه انطلقت وعم نشوف اللاعبين الثمانية اللبنانيين أو اللاعبين السبعة اللبنانيين بمواجهة اللاعبين السبعة العالميين. الملعب 55 متر بعرض حوالي 35 متر. اللاعبين عم يكونوا ست لاعبين وحارس مرمى بول سكولز دائما بوسط الملعب هون كان عم بيعطي تمريرة حلوة كتير لدافيد تريزيجيه. الفريق اللبناني مذكر بالثياب الحمراء فؤاد حجازي هون فيصل عنتر مقطوعة من دافيد تريزيجيه بكرجع كمان مرة جديدة والطابة الاوت. زياد الصمد حارس مرمى الفريق اللبناني وحارس مرمى منتخب لبنان سابق ايضا موجود بها المباراة بالتشكيل الاساسية. لاعبين مهمين جدا بتاريخ الفوتبول اللبناني موسى حجاج رضا عنتر فيصل عنتر وغيرهم فؤاد حجازي عم شوفه هون كمان اللاعب الظهير الممتاز مع نادي الحكمة سابقا ومع المنتخب اللبناني اكيد. عندنا كمان الهداف الكبير محمد قصاص اللي احترف بشكل كبير ونجح بشكل كبير بالدوري الاردني للفوتبول كمان موجود اليوم بالتشكيلة. موسى حجاج المايسترو محبوب الجماهير نجم نادي النجمة السابق. طابة لرضا عنتر رضا اليوم اللي رجع إلى لبنان ليستلم فريق تضامن صور كمدير رياضي للفريق على أمل أنه يرجع فريق تضامن بقوة إلى ساحة الفوتبول وينافس مثل ما كان ينافس سابقا على كأس المركز الأول ببطولة لبنان لكرة القدم. تمريرات قصيرة بين اللاعبين أكيد جس نبض بالبداية مع مرور أقل من دقيقتين على انطلاق المباراة. تمريرات قصيرة وحلوة كتير بين اللاعبين مقطوعة من بول سكولز ومحاولة هجمة مرتدة لكن دفاع اللبناني بالمرصاد بتصور لويس فيجو حاول هون يعمل دريبل يقطع عن الدفاع اللبناني مقطوعة. رضا عنتر رضا تمريرة وهدف تمريرة وهدف كان عم بيحاول يمرر هون رضا بسدد وبيسجل بيعطي الهدف الأول للفريق اللبناني بشباك الحارس العملاق يانز ليمان. هدف حلو كتير للفريق اللبناني اللي عم يتقدم على نجوم العالم 1-0 دقيقتين ونص تقريبا ولحظة هم الإعادة. هالهدف الرائع تسديد الحلو كتير لرضا عنتر كمان من زاوية تانية باخت الحارس يانز ليمان كنا عم فكرنا عم يمرر هون رضا لكن عن جد فاجأ الجميع فاجأني أنا والمشاهدين وبهدف رائع بيتقدم الفريق اللبناني على فريق نجوم العالم. لويس فيجو عم بيحاول يرد سريعا على هدف رضا عنتر عرضية مقطوعة كمان من جديد للنص بول سكولز بيحاول يرجع يمرر لروبرتو كارلوس مقطوعة ومحاولة هجمة مرتدة ميشيل سالجادو أو بيرجع عليها اللاعب الإسباني بيستحصل على الكرة وبيرجع بيبني هجمة جديدة لفريق نجوم العالم أكيد اللي عم يلعب بالثياب الخضر بمواجهة النجوم اللبنانيين بالثياب الحمر. تمريرة هون سيئة من روبرتو كارلوس للويس فيجو يعني ثلاثة من الجالاكتيكوس اليوم موجودين على أرض الملعب ميشيل سالجادو روبرتو كارلوس لويس فيجو اللاعبين اللي شكلوا فريق النجوم فريق الجالاكتيكوس عن جد كان فريق مرعب بريال مدريد
كان موجود معهم رونالدو الفينومين رونالدو اللي كتار بيعتبروه أفضل مهاجم بتاريخ الفوتبول، كان موجود معهم زين الدين زيدان اللي كتار بيعتبروه كمان أفضل لاعب وسط بالعالم، كان موجود ديفيد بيكهام النجم الإنجليزي الشهير جدا، واحد من أهم اللاعبين اللي بيسددوا ضربات حرة واللي بيعطوا تمريرات دقيقة. أكيد بيكهام نجم كبير كبير، كان موجود مع الريال مع راول غونزاليس ايضا مع كمان ستيف ماكمانامان، لعب فتره مع الجالاكتيكوس ايام هالفريق المرعب وغيرهم من النجوم مثل كمان مايكل اوين المهاجم الانجليزي الدولي السابق. نرجع لاجواء الجيم، هون تمريره خاطئه كانت للامام لعباس عطوي اونيكا، اونيكا اليوم كمان موجود بالتشكيله الاساسيه، محمد قصاص، فيصل عنتر، فؤاد حجازي، كل هاللاعبين هون عم تشوفهم اليوم بالتشكيله الاساسيه للفريق اللبناني. ميشيل سالغادو بالمركز اللي بحبه الظهير الايمن، محاوله لويس فيغو بتسدد وصد رائع من زياد الصمد، برافو يا زياد، برافو يا زياد، تصدي رائع لتسديده لويس فيغو صاحب الكره الذهبيه. تخيلوا لويس فيغو افضل لاعب بالعالم بعام 2000، فعلا انجاز كبير لهاللاعب البرتغالي، هاللاعب اللي كان سيء الحظ مع المنتخب البرتغالي وقتها خسر نهائي يورو 2004 مع اليونان 1-0 على ارض البرتغال، لكن رجع الفريق البرتغالي عوض بعد 12 سنه بيورو 2016 في فرنسا. هون تمريره وكنترول كان عاطل، دعانا كان لحاله تقريبا. محمد قصاص الهداف الكبير بالدوري اللبناني، لاعب الصفا، لاعب الحكمة السابق كمان، يعني هداف من طراز كتير كبير، محمد قصاص هداف منتخب لبنان السابق أيضا. نرجع كنا عم نحكي عن النجوم العالميين، فعلا كل لاعب عنده قصة خاصة، كل لاعب عنده بالماريس مخيفة جدا بعالم الفوتبول. ميشيل سالغادو أو كارلس بيول عفوا، تمريرة لميلة شمال للويس فيغو، فيغو عرضية حلوة كتير لدافيد تريزيجيه، سالغادو بحاول كمان يراوغ، سالغادو بيروح النص على طريقة أريان روبن، بحاول هون وحلوة كتير 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 هاللعبة، برافو برافو، حلوة كتير هاللعبة بين سالغادو ودافيد تريزيجيه، ولكن الحكم كان عم يقول أوف سايد، هدف غير محتسب، عم يتم كمان احتساب قوانين الأوف سايد بهالمباراة، يعني ما عم نكون مع قوانين الميني فوتبول ما فيها اوف سايد، عم نكون مع قوانين الفوتبول العادي، رغم انه الملعب رجع متذكر 55 متر وليس 100 متر او 120 متر كما هي قياسات الملعب الحقيقي لكرة القدم. يلا يلا للفريق اللبناني اللي متقدم بعده 1-0، تمريره بالكعب حلوه كثير، رضا عنتر للنص لموسى حجاج وهدف، هدف هدف رائع للفريق اللبناني، 2-0 للفريق اللبناني. سالغادو عم يحتاج الحكم، عم بيقول له كان في هاند بول، بس الحكم بياكد هالهدف، عم بيقول هون موسى انه بصدره تلقى الكره مش بايده الشمال او بايده شو باي ايد، بايده الشمال لا بكتفه فعلا، برافو يا موسى، كنترول حلو كثير وهدف رائع جدا، تمريره كثير حلوه من رضا عنتر لموسى حجاج وعطاير، موسى بسجل 2-0 بشباك الحارس العملاق يانز نيمان، مش حيال لحارس الحارس العملاق يانز نيمان يلي قد ما نحكي عن مسيرته عن جد يمكن ناخذ كل الشوط الاول تنخلص مسيره يانز نيمان الرائعه بالفوتبول العالمي. هون لويس فيغو كمان وهالمره زياد الصمد كان بالمرصاد، محاوله لوب كانت من فوق الحارس للويس فيغو، شوية ضياع بالفريق اللبناني، ترجع طابه لنجوم العالم، عم نشوف نرجع لويس فيغو بالاعاده، حاول يباغت الحارس زياد الصمد يعمل لوب من فوقه لكن ايده اليمين لزياد انقذت المواقف. بول سكولز تمريره عرضيه حلوه كثير للويس فيغو، فيغو بده يراوغ بده يفوت، حلوه كثير مقطوعه من دفاع الفريق اللبناني من فؤاد حجازي تحديدا. فيغو كورنر لكارلس بيول، والله يا بيول أذكرتنا بالرأسية القاتلة اللي سجلتها بنص نهائي مونديال 2010 بالمباراة التاريخية بين المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني، وقتها عندما فازت إسبانيا 1-0 فقط على الناشونال مانشافت
بساوث أفريقيا بجنوب أفريقيا. الفريق الإسباني قدر يفوز على المنتخب الألماني وقتها برأسية قوية جداً لكارلس بيول بعد هفوة من الدفاع الألماني. هون تسديدة كان ميشيل سالجادو خارج الملعب. عم نحكي كنا عن كارلس بيول، الهدف التاريخي اللي سجله وأعطى وقتها التأهل للمنتخب الإسباني للفاينل. وقتها فازت إسبانيا على هولندا، رجعت بالمباراة النهائية. بدنا اكيد بهالوقفه نشكر كل السبونسرز اللي معنا، من بينهم شركه اكس اكس ال، ابي رامينا جروب اكيد دائما موجودين، شركه اكس اكس ال باهم الايفنتس الرياضيه بلبنان، واكيد حبوا يكونوا موجودين ايضا بهالمباراه التاريخيه للفوتبول اللبناني مع مشاركه نجوم العالم بمواجهه النجوم اللبنانيين. مقطوعه بترجع لدافيد تريزيغول، بول سكولز، ميشيل سالجادو، تريزيغي على الطاير، اوفسايد 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 اوفسايد، كمان مره اوفسايد، زمطنا من جول بعد النتيجه 2-0. بس حلو كثير على كل حال كانت هاللقطه لدافيد تريزيغي، كره على الطاير سجل منها بالشباك لكن الهدف تسلل. نرجع بهجمه جديده للفريق اللبناني. عن جد يمكن الملعب اصغر من الملعب العادي ولاعبين اقل، بس هالشيء بيعطي شو اكثر للمشاهدين، بيعطي اهداف اكثر. عم نشوف كمان اللاعبين على القرب بشكل اوضح على التي في، يعني شغله كثير حلوه كمان انه يكون في لاعبين اقل على ارض الملعب. لويس فيجو هون كان عم بيحاول يحصل على خطا، لكن هون عم نشوفه هو عم بيقوم بهالتاكل اللي بيرجع، عم نشوف هون عم بدق بقدم اللاعب اللبناني مع انه كان تاكل ممتاز من النجم البرتغالي. بول سكولز عم يحاول يضغط، كمان فاول كمان فاول، اكيد ما راح يكون في اصابات بهالمباراه، ما بتوقع ابدا يكون في اي اصابه، مباراه وديه طبعا واجواء حلوه كثير، بس ليمان نفسيه الفوز موجوده، ولا لاعب بيحب يخسر صدقوني، حتى لو كانت مباراه وديه مثل هيدي، مباراه استعراضيه مثل هيدي اللي عم نشوفها، ولا اي لاعب بتصور بيحب يخسر اي مباراه بيخوضها. 2-0 بعد التقدم للفريق اللبناني مع مرور 11 دقيقة على انطلاق المباراة. منذكر كل هاف هو نص ساعة. مالك حسون كمان عرض الملعب، لاعب الوسط الرائع جدا مع نادي الأنصار سابقا. كمان خلال تعليقنا رح نكون مع مقابلات مع النجوم اللبنانيين اللي قاعدين على البنش، حيجوا لعنا ونحكي معهم تباعا، ناخذ رايهم بهالمباراه. هالمباراه التكريميه عن جد لهالنجوم الكبار اللي ما تم تكريمهم للاسف، هاللاعبين النجوم اللي مثلوا لبنان بمحافل كبيره وقدموا صوره مشرفه لكره القدم اللبنانيه رغم الامكانيات المتواضعه. نوجه لهم تحيه كثير كبيره، وهالمباراه هي تكريم لكل لاعب منهم لانه عن جد فرصه ذهبيه. يمكن في بس رضا عنتر مواجه نجوم كبار بالفوتبول الاوروبي نظرا لاحترافه بالدوري الالماني، لكن بقيه النجوم اللبنانيين ما لعبوا بمواجهه لاعبين عالميين مثل هول. هلا بيصيرنا نرحب بنجم كثير كبير بالفوتبول اللبناني صار الى جانبنا، هو عباس عطوي اونيكا، لاعب نادي العهد ونجم منتخب لبنان. اكيد عباس اهلا وسهلا فيك، هل تعتبر فعلا هالمباراه هي تكريم لكم للنجوم اللبنانيين بالفوتبول؟ اكيد هالمباراه تكريم لنا عن جد، يعني اول مره بصير هيك حدث بلبنان، عن جد شيء يعني شيء ما انه طبيعي، ما كنا متوقعين هيك. شوف الجمهور، شوف الاجواء الحلوه اللي عملها الاستاذ عدنان ياسين، فهيدي عن جد يعني شيء كثير كبير لنا، وانا يعني انا كثير مبسوط بهالمباراه لان عن جد عم نلعب هيك مباراه قدام عالم وعمين يعني مع نجوم العالم. بس تعال انا وياك على محاوله اللوب الحلوه كثير من ملك حسون، من ملك حسون حاول ياخذ فيها الحارس يان سليمان. كيف شايف يعني كيف الفيلينج انت لعبت هلا، كيف الفيلينج عم تواجه اسماء عملاقه بعالم الفوتبول؟ اكيد يعني اكيد يعني اسماء وبعضهم عم يلعبوا يعني بعد نعم. عندهم طاقه يلعبوا طبعا. هذه مباراه 7 جولر، يعني بالنهايه اللاعب بيلعب بمخه يعني اكثر من انه يركض. صحيح، وهن مخهم عالي بالفوتبول يعني الجماعه. والنتيجه شو رايك فيها؟ النتيجه ممتازه لحد هلا، بس بعد انا بقول بنربح اكثر من هيك يعني اذا ركزنا اكثر ان شاء الله. يلا لنشوف هلا هي محاوله خطيره يا زمان، رح يتابعهم موسى حجاج، مقطوعه من ميشيل سالجادو،
محاولة كتير خطرة كانت هون للفريق اللبناني. ومرتدة لويس فيجو يحاول يمرن هون لروبرتو كارلوس بقطوعة من الدفاع. أونيكا أنا بتشكرك وعن جد نحن عن جد كتير بنحبك وكتير بنشوف حالنا فيك ونفتخر فيك. وأنا كمان بدي أشكر تلفزيون الأم تي في اللي عم بغطي هالمباراة اللي عن جد تلفزيون بلش يعني بلش يفرجينا شغلات كتير حلوة. يلا وعلى أمل كمان قريبا نشوف بعد قصص أحلى من هيك إن شاء الله. على صعيد الرياضة على الأم تي في. شكرا أونيكا. شكرا نرجع لأجواء المباراة. النتيجة 2-0 14 دقيقة. يانز ليمان هون عم بيرجع يستلم الكرة. كمان شرب الكريم أحد المنظمين اليوم موجودين معنا موجودين بهالإيفنت إلى جانبي بتعرفوه كمان معلق على كرة القدم إن كان من يو تي في ولا بالتلفزيون لبنان. شرب الأجواء حلوة كثير عم نعيشها. لاعبين نجوم من طراز كثير كثير عالي موجودين بلبنان لأول مرة. كيف شايف أول شيء هالشيء عن جد؟ يعني أنا لما دخلوا اللاعبين حسيت بفيلينج كثير كثير كبير. صحيح. وصوت الجمهور يلي عم نسمعه ورانا كمان بأكد مرة جديدة إنه لعبة الفوتبول ما حدا بيقدر يسرق رهجتها بلبنان. والامر الاساسي يعني ما بعرف اذا بدنا نشوف ضرب الحره تبع روبرتو كارلوس هو الشيء اللي ناطرينه الكل ناطره من وقت ما وصل. الله يسعدك يا زياد اذا وصلت الكره عليك. روبرتو كارلوس شوط قوي كثير بالحيط يعني ما بتمنى اكون ابدا بالحيط اللبناني. شو يعني شرب جورج يعني اللي كنا عم نحكي ابعاد هالمباراه اكثر من ابعاد سياحيه ورياضيه. نعم. فعلا عم نقدم لبنان اليوم على الساحه العالميه وهذا الامر يلي دائما حاولنا نسعى له بالفوتبول انما صحيح. ما قدرنا نعمل النتائج اللي بتخلينا نكون موجودين على الساحه العالميه. نعم. وايضا لاعاده الثقه بلبنان. انت بتعرف انه اليوم ما حدا عم يقدر بلبنان ولا اي اتحاد يستضيف احداث يعني احداث بطولات اقليميه. نعم. او بطولات عالميه لانه بسبب الظروف الصعبه حتى رالي لبنان بالفتره الاخيره ما كان في سائقين خليجيين ما عدا سائقين قطريين قليل جدا. وبالتالي اليوم عم نستعيد الثقه بلبنان على الصعيد الرياضي وبلكي بنكون قادرين نستضيف فعلا مباريات مش استعراضيه مباريات رسميه بالبلد ان شاء الله. بس على كل حال هيدي بادره مهمه جدا وعن جد اللاعبين يعني رغم انه عم يسمعوا كثير للاسف الميديا بالعالم عم بتشوه صوره لبنان للاسف هالشيء. رغم هالشيء اللاعبين اللبنانيين اللاعبين الدوليين اجوا ليخوضوا هالمباراه هيدي تناسوا كل شيء غمضوا عيونهم وقال صحيح. عندهم ثقه بلبنان وبالمنظمين واجوا عم يخوضوا هالمباراه هيدي امام 10,000 متفرج بمجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني. كيف شايف اول شيء كمان هالحضور الجماهيري؟ هل توقعت لما تم الاعلان عن الحدث انه يكون في 10,000 شخص موجود بالملعب؟ كنت مآمن بهالشيء؟ يعني بصراحه انا بعرف قد ايه اليوم ارتباط الجمهور اللبناني بالفوتبول الاوروبي تحديدا. ما كنت مستبعد ابدا اشوف هالمشهد الحلو يلي عم نشوفه اليوم. الامر الاساسي يلي بنقدر نحكي عنه انه هالاسماء الكبيره ممكن تكون يعني عم تفتح ممر لاسماء اكبر نشوفها حتى لاعبين ممكن ما يكونوا معتزين عم يلعبوا بلبنان لانه اليوم وصلوا والفيدباك تبعهم اكيد رح تكون لما بيسالوا غير لاعبين عن هالايفنت يلي كان موجود هون. نقدر نقول نحن انه نحن نجحنا وهن رح يقولوا شيء ناجح وشيء محترم وشيء مرتب. شكرا شرب الكريم على وجودك معنا يعطيك الف عافيه. هون عم شوف كنا فرصة حلوة كتير. فريق نجوم لبنان يانز دايما حاول يعمل على طريقة مانويل نوير هون يعني بس طلع برات منطقة الجزاء. لكن هاللقطة كانت خطرة جدا وكادت تتكلف فريقه هدف ثالث للفريق اللبناني. ترجع روبرتو كارلوس قد ايه في لاعبين قد ايه في عفوا جماهير لبنانيه بتحبوا لهاللاعب هيدا قد ايه في جماهير بتحب المنتخب البرازيلي الاسطوري عام 2002 اللي كان معه رونالدينيو ريفالدو اسماء رائعه جدا وقت ربحت مونديال 2002 بكوريا واليابان وقت فازت البرازيل على المانيا 2-0 بالفاينل. رضا عنتر النجم اللي بنشوف حالنا فيه كابتن منتخب لبنان اللي قرر وقف يعتزل الفوتبول مع المنتخب اللبناني على امل نرجع نشوف عوده ليش لا لرضا الى اجواء كره القدم عبر بوابه نادي التضامن صور الفريق اللي انطلق منه نحو العالميه هو ويوسف محمد اللي كان متمنى نشوفه بهالمباراه هيدي. يوسف محمد كمان لاعب غني عن التعريف كمان احترف بالدوري الالماني وكان كابتن لفريق اف سي كولن. تخيلوا كان في معه اف سي كولن اللاعب لوكاس بودولسكي رغم هالشيء كان اللاعب شوفي كان اللاعب يوسف محمد كابتن فريق اف سي كولن.
فعلا فرحه كبيره بهالاجواء هون. كرو الام تي في نوجه لهم تحيه فردا فردا. ثانك يو شباب على كل شيء قمتوا فيه اليوم. من هيد اوف برودكشن سليم فارس، من المخرج توني زغاب، وكل الفريق التقني غسان، كل الشباب ثانك يو عن جد على تعب. اديب ثانك يو رافي. شباب صار لهم على كذا يوم، يعني انتم عم تشوفوا اليوم الصوره الحلوه وهالنقل الحلو، بس الشباب صار لهم كذا يوم عم بيجوا الى الملعب، عم بيحضروا كل شيء، بيعملوا تيستاتهم ليكون في هالحدث موجود بهالتقنيه العاديه اللي عم تبع اليوم. هون نرجع لموسى حجاج اللاعب المايسترو اللي عم يفرجينا هون عم بيتلاعب بماركو ماتيرازي. حاول يتلعب بماتيرازي هون موسى حجاج، لكن طب بترجع اوت مع روبرتو كارلوس. حلو كثير يا روبرتو كارلوس، وتسديد فولي بعيده مرمى يا تريزيغول. دافيد تريزيغي اللي هاللاعب فرجينا وفاء كثير كبير. طبتين بالملعب يا شباب، طبتين بالملعب يا شباب. طب اكيد رح تتوقف روبرتو كارلوس. هون عم نشوف نرجع العرضيه الحلوه كثير بقدمه اليسرى، القدم المفضله عنده، وتسديده دافيد تريزيغي. هلا بدنا نحكي بعد شوي ليش دافيد تريزيغي يعتبر من اوفى اللاعبين لانديتهم بالعالم. لما نشوف هالفرصه خطره كثير هون، ومتابعه هدف هالمره مش اوف سايد. هدف هدف 2-1 دافيد تريزيغي. تابع تسديده كارلس بيول بعد صدى حلوه كثير لزياد الصمد. لويس فيجو هون ركله ركنيه حلوه توصل لكارلس بيول زميله السابق الاسبق بفريق برشلونه اكيد لما كان يلعب بصفوف البارسا. دافيد تريزيغي بيتابع بيخطف الكره بالشباك. زياد الصمد يعطيك الف عافيه على التسديده، لكن اكيد مش حق عليك ابدا. طابة بالغلط وصلت لتريزيغي اللي كان موجود بالمكان الصحيح. 2-1 صارت النتيجة مع بقاء 10 دقائق عن نهاية أول شوط من المباراة. بنذكركم كل شوط لعشر كل شوط ل 30 دقيقة. ترجع طابة هون لفريق نجوم العالم مع كارلس بيول، ماركو ماتيرازي، بيول من جديد، فيجو. كنا عم نحكي عن دافيد تريزيغي، عن جد كان كثير وفي لفريق اليوفي، لانه تريزيغي بقي مع فريق اليوفي لما الفريق تعرض لعقوبه وتم انزاله للدرجه الثانيه للسيري بي، وتم خصم نقاط عديده منه. رغم هالشيء تريزيغي ما ترك الفريق، لعب بالدرجه الثانيه مع نجوم كبار مثل بافل نيدفيد مثلا وبوفون كمان الحارس الكبير، اللي رفضوا انه يتخلوا عن فريق اليوفي وبقيوا لعبوا بالسيري بي ورجعوا عادوا الى الدرجه الاولى والسيري ا بايطاليا ليرجعوا يربحوا الالقاب الكبيره لفريق يوفنتوس. دافيد تريزيغي هداف الدوري الايطالي بنذكر، ولاعب فريق اس موناكو سابقا، انتقل من بعدها لفريق اليوفي. تريزيغي او تريزيغول كما يلقب هو من اصول ارجنتينيه، لعب ايضا بريفر بليت من بعد ما حب يختم مسيرته ببلاده الام الارجنتين، لعب فتره مع نادي ريفر بليت الارجنتين. نرجع لماركو ماتيرازي. ماتيرازي اللي كان احد اللاعبين المفضلين عند خوسيه مورينيو. حلوه كثير هون الراسيه، التبريره حلوه كثير من سالجادو لتريزيغي، لكن ما قدر يوصلها بالتايمينج المناسب. دافيد تريزيغي اوف سايد هون للفريق اللبناني. مثل ما عم تشوفوا يعني ما في مزح ابدا، اللاعبين كثير اخذينا جد. تريزيغي عم يتحسر هون عن فرصه ضايعه، كان بده كثير يسجل هالهدف النجم الفرنسي بول سكولز. توصل لا كارلس بيول ولا ميشيل سالجادو عفوا اللي بيسدد، والحارس زياد الصمد. برافو برافو يا زياد، عن جد اداء كثير كبير. سكولز عم نشوفها من جديد، تمريره كثير سريعه من تريزيغي لميشيل سالجادو اللي بيسدد بقدمه اليمنى، لكن تالق كبير لزياد الصمد. عرضيه هون حلوه كثير حلوه كثير، رغم انه صارت النتيجه 2-2، يعني بدنا الفريق اللبناني دائما بالمقدمه، بس ما فينا ننكر هدف رائع جدا لتريزيغول، هدفه الشخصي الثاني بهالمباراه. رح نشوفها اكيد بالاعاده، كره ركنيه بتبعها حلوه حلوه فيرست تايم دافيد تريزيغي. شوف هون بنرجع اللعبه من الاول، من وقتها اعطى تريزيغي الطابه لسالجادو وصد الحارس زياد الصمد اللعبه اللي قبل الهدف. فعلا كان تصدي ممتاز لزياد. 2-2 نتيجه، حماس اهداف، وعن جد مستوى حلو كثير بهالمباراه. رضا عنتر
مع بقاء 7 دقائق عن نهاية أول شوط. موسى حجاج كرة أمامية مقطوعة برأسية ميشيل سالجادو بترجع لروبرتو كارلوس اللي عم ينتقل ليلعب على الجهة اليمنى. روبرتو كارلوس حلوة كتير للاعب سالجادو بس طويلة طويلة أكيد على ميشيل سالجادو. يعني سالجادو وروبرتو كارلوس كانوا شكله ظهيري ريال مدريد وقتها كان يلعب معهم بمركز قلب الدفاع. الاسم الكبير فرناندو هييرو وإيفان هيلجيرا كانوا شكله رباعي دفاع فريق ريال مدريد مع الحارس اللي كان شاب وقتها إيكر كاسياس اللي اليوم عم نشوفه عم بيلعب بإف سي بورتو البرتغالي. سالجادو حلوة كتير كرة أمامية مقطوعة بشكل ممتاز من فؤاد حجازي ترجع لمالك حسون نجم وسط فريق الأنصار السابق. التمريرات ترجع لبنانية قصيرة حلوة كتير بمنتصف الملعب لمحاولة بناء هجمة جديدة. متذكر يعني نسينا نحكي عن مدرب أكيد شفتوه تعرفتوا عليه ببداية المباراة تعرفنا عليه أمام آلاف المشاهدين بالملعب وأمامكم الكابتن أميل رستم المدرب التاريخي للفوتبول اللبناني إن كان مع الحكمة أو مع النجمة أو حتى مع المنتخب اللبناني. هون تسديدة حلوة وهون عم بطالب إنه تكون لمست أحد اللاعبين لكن ترجع هون كرة سريعا لبول سكولز نجم وسط نادي مانشستر يونايتد التاريخي تسديده من نبي تزيجي وطح تانية من سالجادو. برافو يا زياد برافو يا زياد عن جد تصديات كتير حلوة لحارسنا اللبناني. ترجع الطابة من جديد للفريق الأحمر كمان هالريبلاي من زاوية حلوة كتير. برافو 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 يا زياد. كاميرات موزعين وين ما كان بالملعب مع كمان ميكرويات لنسمع صوت الطابة ونكون عن جد بنقل كتير محترف اليوم لهالمباراة هيدي بين نجوم لبنان ونجوم العالم. لاحظوا عن جد قديه هالمشهد حلو. 10,000 متفرج موجود بمجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني لمتابعة هالمباراة. حدث تاريخي للرياضة اللبنانية عامة ولكرة القدم خاصة. رضا عنتر زياد الصمد ترجع هون لمالك خطأ خطأ للاعب اللبناني عم بيقوم فيه كان كمان بسنا نرحب بنجم كتير كبير اشتقنا له عن جد بلبنان فيصل عنتر. تخيلوا للنجم اللبناني الكبير رضا عنتر فيصل كمان يلي نوعا ما ترك الفوتبول باكرا. فيصل يعطيك العافية نجم منتخب لبنان السابق لاعب فريق تضامن سور. فيصل كتار كانوا ناطرين منك انه تكون لاعب محترف بالبوندسليغا. انت لاعب موهوب جدا لاعب ممتاز وكان عندك فرصة كبيرة انه تكون مع رضا بالدوري الالماني. بدنا نعرف منك السبب الاساسي اليوم ليه فيصل عنتر ما احترف بالدوري الالماني. اول شيء صحل الفرصة صراحة نعم وعملت فحص طبي وكل شيء ومش الحال. كنت قريب بس ما عرفتك كثير انه تحترف. كنت بانتراكت فرانكفورت صراحة وعملت فحص طبي وكنا اساس متفقين نحن واولمبيك بيروت وقتها نعم انه بدهم استغنى بدهم مصاري 200,000 دولار نعم. فعلى الاساس انا رحت تجربه ومش الحال وكل شيء وجيت على لبنان واساس يغيروا لي فيزتي من فيزا سياحيه لفيزا عمل هون 3 شهور لروح اخذ اقامه هونيك بمعسكر بالبرتغال. كنا للاسف تلفن لي مدير الاعمال كان راس سنه بقول لي فريقك ما قبلوا يبيعوك. قلت لهم شو السبب يعني وقت مشكله من فريق اولمبيك بيروت وقتها مزبوط. قالوا لي قلت لهم شو السبب للاسف قالوا لي انه طلبوا 450,000 يورو كانوا طالبين 200 كانوا 200,000 يورو صاروا 450,000 للاسف عن جد خساره كبيره. والشيء المؤسف اكثر من هيك انه السنه اللي بعده بيعوني ب 70,000 يعني عامل حل. نرجع لأجواء المباراة. فيصل بعيدا عن كل شيء نحن أكيد كنا متمنى نشوفك لاعب بإنتراكت فرانكفورت كنت تستحق تكون أساسي بفريق إنتراكت فرانكفورت. على كل حال مباراة عن جد تكريمية حلوة كتير لكم بتصور كيف ملاقى الأجواء نجوم كبار لويس فيغو بيرتو كارلوس أكيد هيدا حلم للبلد لبنان بشكل عام لأنه مش معقول تلاقي هيك لعيبة بيجوا بهيك ظروف بلبنان. نحن بنعرف كيف كلنا الظروف اذا نحن مختار انه عايشين برا بنيجي بنعمل 100,000 حساب وبنسال 100 سؤال كيف هن انه ما عايشين بلبنان وبيسمعوا كثير سيء نعم عن الاجواء مش مثلنا نحن عايشين هون وبنعرف انه اوكي بتكبر الامور شوي. فنحن بنشكرهم وبنرحب فيهم ببلدهم الثاني لبنان وهذا ماتش كثير حلو وبيساعد السياحه بلبنان بيساعد الفوتبول بلبنان. زي اول صرنا زمان ما شفت مثلا 10,000 متفرج بالملعب عن جد وهذا الشيء كثير حلو. هذا ببرهن قد ايه الشعب اللبناني ناقصه فرح
وهيدا مثل عرس كروي، ونحن بنشكر القائمين على هالماتش اللي عمل الماتش، وبنشكر تلفزيون الام تي في اللي عم بينقل هالمباراة، لانه مش يعني هاي الشيء بتصير مره بال once in a lifetime. صحيح. انا بتشكرك فيصل، جود لك بحياتك العمليه، اهلا وسهلا فيك. فيصل عنتر كان معنا بشكل مباشر، سمعناه اكيد وعرفنا سبب عدم احترافه. يعني فيصل عنتر بحب الكل ما بيعرف هالشيء، فيصل كان كتير كتير قريب مثل ما سمعنا انه يحترف بالمانيا مثل خيو رضا، لكن مع فريق انتراخت فرانكفورت وقتها اولمبيك بيروت. لعب لعبه بشعه على فيصل، كان طالب 200,000 يورو، رجع بس شاف انه فرانكفورت بده اللاعب صار بده يطلب 450,000 يورو، وقتها رفض الفريق الالماني يدفع هالقيمه لانه اعتبر انه صار في كذب او عدم وفاء بالعقد من قبل فريق اولمبيك بيروت. الى اليوم اكيد بطل موجود على الخريطه الرياضيه وخريطه الفوتبول اللبناني. حماس كبير هون، الجماهير عم تنادي باسم لويس فيجو. فيجو بمرر هالكرة عن طريق الركنية مقطوعة من الفريق اللبناني، ومحاولة انطلاق من موسى حجاج. لنشوف الطابة عشو رح تسفر، طابة بترجع على خارج الملعب، الحكم بوقف المباراة. بنذكر بعد في أقل من نص دقيقة لنهاية الوقت الأصلي نشوط الأول، النتيجة 2-2 بين نجوم لبنان ونجوم العالم بكرة القدم. الفريق اللبناني اكيد عم بيحاول يمرر تمريرات لانهاء الشوط الاول. عنا نتيجه بانتظار تعليمات الكوتش امين رستم على الهاف تايم، لنشوف الخطه اللي حضرها للشوط الثاني. والحكم فعلا بينهي الشوط الاول على نتيجه 2-2. لويس فيجو نعم على الاراضي اللبنانيه، عم نشوفه بمجمع فوق شاب الرياضي بجوني. مين كان يحلم يشوف لويس فيجو، سالغادو، ماتيرازي، كل هالنجوم الكبار عم يلعبوا على الاراضي اللبنانيه؟ فعلا هالشيء عم يتحقق اليوم، والام تي في عم كون معكم لمواكبه ابرز الاحداث الرياضيه، ومن بين اكيد جيم اوف ليجندز. اكيد متابعين معكم قبل ما نتوقف مع البريك، نشوف الاجواء بارض الملعب. بولز كولز، كل اللاعبين اكيد عم بيقدموا كل شيء عندهم بهالمباراه، ما في تخاذل ابدا. يعني لاحظ سالغادو كمان، عم شوف لاحظوا سالغادو قد ايه اخذها جديه للمباراه، عم بيحكي مع الحكام، عم بيلومه بعده على الحكم على الهدف الاول اللي سجله موسى حجاج، بعده عم بيقول له هي الطابه لمست ايده اليسرى لموسى. فعلا كثير اخذنا جديه الشباب وبدهم يربحوا، ما فرقنا معهم لا الجمهور ولا شيء، جايين يفرجوا. وعم نشوف نرجع الاهداف بالريبلاي. تشكر كمان مره الفريق التقني على هاللقطات الحلوه. موسى حجاج هون الهدف اللي اثار لغط هون ميشيل سالغادو كان بعده عم بيحتج عليه. لويس فيجو التمريره الحلوه كثير لكارلس بيول اللي بيسدد منها النجم الكتالوني بتبعه من بعد تصدي الحارس زياد صمد، المهاجم دافيد تريزيجيه. عم نشوفها مره جديده هالكره، كره الهدف مرة جديدة هون كمان هدف 2-2 لتريزي جول بعد كورنر الحلو كتير لروبرتو كارلوس بقدمه اليسرى بتبعه فيرست تايم النجم الفرنسي، وبيسدد وبيسجل هدف 2-2 بهالمباراة الحماسية جدا جيم اوف ليجندز. هلا بننتقل لبريك عليني ونتابع من بعدها اجواء مجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني بشكل مباشر على الام تي في. خلوكم معنا، ما تروحوا لبيت. بنعود معكم لهالاجواء الرائعه جدا من مجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني مع الجيم اوف ليجندز، نجوم لبنان بمواجهه نجوم العالم. هلا في مفاجاه كثير كبيره عم بتحضر لنا اياها زميلتنا صادرين جبره، لكن قبل بدنا نشوف الماب التشكيلتين رح نشوفهم مع انطلاق الشوط الثاني لهالمباراه الرائعه جدا مع التشكيله اللي عم نشوفها للفريق اللبناني. زياد الصمد، عباس عطوي، فؤاد حجازي، فيصل عنتر، رضا عنتر، موسى حجاج، بول رستم، ومحمد قصاص بالهجوم بمقابل يان سليمان، روبرتو كارلوس، ماركو ماتيرازي، ميشيل سالغادو، بول سكولز، كارلس بيول، لويس فيجو، ودافيد تريزيجيه. ننتقل مباشره للمفاجاه الكبيره اللي محضرتنا اياها زميلتنا صادرين.
نعم جورج، يعني الى جانبي هلا النجم البرتغالي لويس فيغو يلي كتار ناطرينه، وانا اكيد انه قسم كبير من الجمهور الموجود اليوم اجى خصيصا كرمال يشوفه. رح نكون هيك بانترفيو سريعه معه ونطرح عليه بعض الاسئله. هلو لويس فيغو، فيرست اوف اول اي ونت تو نو هاو واز ذا جيم سو فار، هاو ديد يو فايند ذا لبنانيز تيم؟ Well, pretty good. I think we had some difficulties in the beginning, that two goals against, but then we recuperate. But it's always a pleasure for me. It was my first time in Beirut, and I had the chance to see so much passion about football. You've traveled the world, you played for the best football teams in the world. What does this experience mean to you? Well, we're promoting football. For the people, I think is good too, because for most of us it's our first time in the country, so we're more in contact with the fans, and just wish all the best for the Lebanese team, national team, and that the people continue to love football. I saw you when you were entering, you had a very big trouble to just move the fans a little bit away from you and be able to enter the court. How did you feel the fans' reactions with you here in Lebanon? Did they interact with you? Well, it's a pleasure. I think when the people treat you well, it's always fantastic, no? And shows the respect for what I made in my career, and is very nice. And we want to know one last thing. Will you come back to Lebanon? For sure, for sure. You're most welcome, and we'll see you in the second half. Thank you, Figo. جورج، إذن هيدي كانت مقابلة صغيرة مع لويس فيغو. هون عم نشوف الجماهير كلها عم جرب تاخذ إمضاءه وصورة معه. فعلا. أنا هلا برجع لإلك. فعلا ساندرين، أجواء كثير كثير حلوة، أجواء تاريخية عم بتعيشها الرياضة اللبنانية وكرة القدم خاصة. لويس فيغو أفضل لاعب بالعالم، صاحب البالون دور، لاحظوا إنه موجود بين الجماهير اللبنانية اللي عن جد مانا مصدقة، عم تاخذ صور السيلفي وكل شيء عم تحاول تقدر، يعني حيلا صورة حيلا شغلة عم تحاول تاخذها لتقدر طلقت النجم البرتغالي المتواجد اليوم على الأراضي اللبنانية بمجمع فؤاد شهاب الرياضي بجوني. ولابد هون انه نتشكر بلديه جوني على اللي جهزت الملعب بشكل ممتاز، ارضيه الملعب وكل شيء عم نشوفه اليوم سيت اب موجود. شكر كبير فعلا للبلديه لنجاح الحدث. كمان بدنا نتشكر كل السبونسرز يلي مرافقيننا اليوم، طبعا ام تي في نقلت الحدث بشكل حصري، عربيكا سبورت يلي حولت الحلم الى حقيقه وجابت هالنجوم للبنان، نشكر الفا سبور ايفازيون منظمه الحدث، انرجي اكيد راديو انرجي، و اكس اكس ال اللي دائما موجود بكل الاحداث الرياضيه. نرجع هلا لزميلتي ساندرين لمقابله جديده لنشوف مع مين هالمره. جورج، هالمرة المقابلة رح تكون مع نجم منتخب لبنان السابق رضا عنتر. نجم لبنان رضا، أنت احترفت بأوروبا وخاصة أكيد بألمانيا ولعبت أمام نجوم كبار، إنما شو الفرق إنه تلعب ضد فريق كله نجوم وأساطير؟ أكيد في فرق، خاصة أوكي لعبت ضد يانس ليمان، علاقتي جيدة معه، لعبنا مباريات كثيرة ضد بعض بألمانيا، بس يكونوا هودي النجوم كلهم هون اليوم لأول مرة، الفرق انه عم بيلعبوا، انا مبسوط اكثر شيء انه عم بيلعبوا بلبنان قدام هذا الجمهور الكبير اللي شايفينه واللي عم بيحضرنا على التي في كمان لاول مره بيجوا على لبنان، وانا هلا مبسوط فيها انه الجيل الجديد يشوفوا النجوم، كمان يشوفوا نجوم لبنانيين سابقين مثل فيصل عنتر، موسى حجاج، مالك حسون وغيرهم، ليعرفوا انه لا كان عندنا فوتبول، بس هالجيل ما حصل له الحظ والفرصه ليروح على اوروبا. الحمد لله انا وصلت، بس بعتقد لو اي واحد منهم هول عم بيلعبوا معنا اجى الحظ ليوصل كان لاعب كمان باوروبا. برايك هيك نوع مباريات ضد نجوم هيدا الشيء اللي عايزته الرياضه اللبنانيه بشكل خاص لنطور شوي ونعلي المستوى عنا؟ اكيد هيدا بدايه جيده، لاول مره بتعرف الفوتبول كثير ورا اليوم بلبنان، ما حدا عم يشجع الفوتبول، السياسه عم تتدخل بالرياضه، هذا سبب من الاسباب، بس يمكن هذا النجوم الموجودين هون ان شاء الله ما بتكون لاول اخر مره، نرجع نشوف غيرهم، نجوم غيرهم يجوا، هذا حيساعد يشجع الجيل الصغير كمان يحب اللعبه اكثر، اكيد يدرس يتعلم، كثير مهم الدرس والعلم، بس يلعبوا فوتبول ما يقعدوا بالقهاوي، يشتغلوا كمان بالفوتبول اكثر والرياضه.
رضا، كيف لقيت مستوى لاعيب الاجانب؟ يعني هنا اكيد طبعا لعيبه معتزلين، هل لقيت تراجع نوعا ما بمستواهم او لا بعدهم بكامل لياقتهم البدنيه؟ اكيد المستوى اكيد شفناه، صحيح معتزلين بس المستوى عالي، وكمان لعبتنا معتزله، ففريقين مستواهم عالي، لعيبه نجوم كبار لعبوا ربحان كاس العالم، كاس اوروبا، تشامبيونز ليج، كله نجوم يعني عم بيقدموا مستوى، بس ما تستهزئوا يعني بالنجوم اللبنانيين كمان بيعرفوا يلعبوا فوتبول. ختاما اخر سؤال لك قبل ما ترجع تحمي، مين في لعيب عالمي حلمك تلعب معه هيك بكاريرتك بعد المستقبليه؟ اكيد حلمي من انا وصغير رونالدو البرازيلي، فهيدا حلمي وان شاء الله حنشتغل عليه بالمستقبل، نحاول نجيبه على لبنان والعب ضده والعب معه هون بلبنان ان شاء الله. يلا على امل بتاني جيم اوف ليجندز تتواجهوا. شكرا لك رضا عنتر وكل التوفيق للشوط الثاني. جورج، هيدي كانت مقابله صغيره مع رضا عنتر، انا هلا برجع معك لينطلق الشوط الثاني. ثانك يو ساندرين على المقابلات الحلوه كثير، كان مع النجم العالمي لويس فيجو ومع نجمنا اللبناني اللي بنشوف حالنا فيه رضا عنتر، اللي كمان اليوم عم بيكون احد نجوم الفريق اللبناني بمنتصف الملعب، قائد المحور، قائد الوسط رضا عنتر. اجواء حلوه كثير بعد عم تبعها بمجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني، اكيد الجماهير كلها ناطره انطلاق الشوط الثاني، ثواني قليله وبنكون مع ضربه البدايه للشوط الثاني من هالمباراه بين نجوم لبنان ونجوم العالم. النتيجه بنذكر 2-2 على الهاف تايم. دافيد تريزيجي صاحب الهدفين لمنتخب نجوم العالم. مقابل هدفين للفريق اللبناني كانوا من توقيع رضا عنتر وموسى حجاج. تريزيجي او تريزيجول مع الرقم 9 الشهير له، كمان حمل رقم 17 تريزيجي خلال مسيرته وغيرها من الارقام، بس اكثر رقمين شهر فيهم اكيد 17 وكمان 9. لويس فيجو الرقم 7 التاريخي واللي حمل كمان مع ريال مدريد الرقم 10، ليش؟ لانه نجم واسطوره ريال مدريد راؤول غونزاليس كان هو بيحمل رقم 7 وقتها، واكيد قيمه راؤول غونزاليس اكبر بكثير من قيمه لويس فيجو بريال مدريد. راؤول هو كان الفتى المدلل عند ريال مدريد وعند رئيس النادي، اكيد من بعد رجع انتقل ليلعب بشالكي الالماني، ووقتها لما ترك راؤول حصل كريستيانو رونالدو على رقم 7 بريال مدريد، لانه بس اجى كريستيانو كان بعده راؤول غونزاليس عم بيلعب مع ريال، وقتها لعب كريستيانو بالرقم 9. لما ترك راؤول غونزاليس وانتقل لفريق شالكي بالدوري الالماني رجع حصل على رقمه المفضل اللاعب كريستيانو رونالدو، بينما لويس فيجو استمر دائما بالرقم 10 بالريال بما انه كان رقم 7 مع راؤول غونزاليس، اللي كمان بنتمنى نشوفه بجيم اوف ليجندز 2 السنه الجايه اذا اراد مع نجوم العالم، مثل ما قال كمان رضا عنتر مع النجم الكبير الفينومينو اللي انا بعتبره شخصيا افضل مهاجم بتاريخ الفوتبول البرازيلي رونالدو. انطلاق الشوط الثاني والنتيجه 2-2. محاوله جديده للفريق اللبناني، ميشيل سالجادو بالمرصاد، يانز ديمان وسالجادو بأكيد دفاع مع كارلس بيول وروبرتو كارلوس، خط دفاع كتير كتير قوي يعني لفريق نجوم العالم. رغم ذلك الفريق اللبناني سجل هدفين بالشوط الأول. لويس فيجو عرضية حلوة كتير من روبرتو كارلوس مقطوعة، ولكن هناك أوفسايد، بترجع الطابة للفريق اللبناني. انطلاقة هجمة جديدة لمحمد قصاص. يلا يا قصاص بدنا نشوف أهداف منك بهالمباراة، دايما بتهز الشباك بأفضل وأجمل الطرق. رضا مقطوعة، ترجع كمان مرة جديدة للفريق اللبناني. كارلس بويا وسالجادو بيقطع الطابة هون لا خارج الملعب. روبرتو كارلوس عم بينفذ هالتماس. فيجو عم بيحاول يقطع هون عن فؤاد حجازي، برافو يا فؤاد بقلب قوي بيوقف بوجهه للويس فيجو. طابة بترجع لفؤاد حجازي، دفاع الفريق اللبناني. قصاص مقطوعة منه، لويس فيجو كمان من جديد، برافو يا قصاص بيعوض خطأه. بترجع تمريرة لناحية الشمال وبيقلبها دغري على اليمين لموسى حجاج. موسى بيحاول يتلعب بسالجادو، بيحصل على خطأ موسى حجاج من اللاعب ميشيل سالجادو. فرصة
كثير حلوه بيعتذر هون اكيد سلقادو من موسى حجاج مايسترو الفريق اللبناني مايسترو فريق النجمه ومنتخب لبنان السابق مين ما بحبه لموسى حجاج هاللاعب النجم الرائع جدا الرقم 10 اللي عم نشوفه اليوم بهالمباراه هيدي خطا اكيد واضح من هون لاحظوا مين عم بيدافع على موسى حجاج كارلس بيولو ميشيل سلقادو نجم برشلونه ونجم ريال مدريد عم بيدافع عن نجمنا اللبناني اللي عم بيحصل على خطا من هون وضربه حره ممتازه كثير بيحاول يلعبها بطريقه حلوه كثير هون دعانا فرصه ذهبيه للفريق اللبناني انه يسجل منها كان هدف التقدم 3-2 عم نشوف الاعاده حلوه كثير من اونيكا اللي بيسدد وكانت سنتيمترات قليله بعيده لنشوف كنا هدف لبناني ثالث عباس عطوي اونيكا فعلا فرصه ذهبيه للمنتخب اللبناني ترجع الطابه لروبرتو كارلوس بول سكولز كارلوس من جديد لويس فيجو بده يحاول يراوغ فيجو حلو كثير باجره الشمال بباغت الحارس زياد الصمد لكن دائما زياد بالمرصاد او علي فقيه عفوا هون اللي دخل ببدايه الشوط الثاني الحارس كمان التاريخي للكره اللبنانيه ان كان مع الانصار خاصه علي فقيه ومع منتخب لبنان هون كمان هون حاول باغت الحارس ليمان رضا عنتر طابة لخارج الملعب بترجع لكارلس بيول اذا الحارس اليوم الحارس هلا بالشوط الثاني مع الفريق اللبناني هو الحارس علي فقيه بدلا من زياد الصمد اللي شفناه عم بيتالق بالشوط الاول كمان ناطرين تالق كبير لعلي فقيه احد ابرز الحراس بتاريخ الفوتبول اللبناني لويس فيجو تمريره حلوه كثير لروبرتو كارلوس بقدمه الشمال اللي بحبها كثير ولويس فيجو هون فولي خارج الملعب حلو كثير عم تشوفه كمان من روبرتو كارلوس لويس فيجو تسديده رائعه جدا جدا من نجم البرتغالي صاحب البالون دور تخيلوا في عرض الملعب لاعب حاصل على جائزه افضل لاعب بالكره الارضيه يعني هيدي الجائزه ما بعرف يعني تخيلوا انتم او اي حدا منكم بيحلم يكون لاعب كره قدم محترف عم يحصل على جائزة أفضل لاعب بالعالم يعني هو الأفضل بين كل لاعبي العالم هيدي جائزة أكيد ما رح ينسيها بحياته النجم العالمي لويس فيجو يلي قلنا حظ نشوفه اليوم على الأراضي اللبنانية بمباراة النجوم Game of Legends نجوم العالم بمواجهة النجوم اللبنانيين فؤاد حجازي عليه بول سكولز فؤاد عم يحاول يراوغ رجع مقطوعة كانت من أونيكا بعدها للفريق اللبناني موسى حجاج حلوة كثير للقصاص قصاص سدد يا قصاص دعانا مرة جديدة بترجع للفريق اللبناني وقت جديدة وحلوة كثير حلوة كثير حلوة كثير بيرجع التقدم اللبناني حلو كثير هالهدف يا عباس عطوي أونيكا الرقم 7 بالفريق اللبناني بيعطي التقدم يان سليمان يعني ما بعرف هون ثلاث اهداف عم بتلاقيها الحارس الالماني كان شوي يمكن اوت اوف فوكس الحارس الالماني هون مركز على الكره تجي من ناحيه الشمال فاجئوا فيها عن جد اللاعب اونيكا عباس عطوي اونيكا بيعطي التقدم للبنان 3-2 مع انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق ونص برافو للفريق اللبناني اللي عم بيبيض عن جد اسم لبنان بهالمباراه 3-2 النتيجة بول سكولز كيف رح يحاول الفريق نجوم العالم يرد على الهدف سكولز هون كرة ذهبية ما انبسطنا كثير بهدف التقدم يا شباب حرام عليكم خطأ دفاعي كبير بول سكولز نجم نادي مانشستر يونايتد يلي بتذكر خسر اليوم يونايتد بديربي مانشستر مع نادي السيتي جوارديولا تفوق على مورينيو 2-1 اليوم بالأولد ترافورد هون عم نشوف نرجع هدف بول سكولز بعد خطأ دفاعي اكيد ما بقدر يعمل شيء علي فقيه بمواجهه 1-1 مع بول سكولز اللي حتى مطرح ما بده الكره بالزاويه اليسرى لشباك او لمرمى الحارس اللبناني علي فقيه 3-3 ست اهداف بهالمباراه بظرف 36 دقيقه لهلا تمريره عرضيه هون مقطوعه بترجع ليانز دائما اللي بيحاول يطلق هجمه بشكل سريع طابة من جديد للحارس الالماني العملاق الحارس الاسطوري لنادي ارسنال اللي مثل ما ذكرنا عامل الباركور التاريخي مع الجانرز
ب 49 مباراة من دون خسارة، رقم قياسي للدوري الانجليزي، بتصور من الصعب انه يتم كسره. عم تشوفوا هون حارس مرمى المنتخب الالماني اللي فضلوا وقت المدرب يورجن كلينسمان بال 2006 بمونديال 2006 بالمانيا، فضلوا على مين؟ على اوليفر كان، اسطورة الحراس وافضل حارس مرمى بالعالم وافضل حارس بالمونديال بال 2002 بمونديال كوريا الجنوبية واليابان، وقتها تم اختياره افضل لاعب ايضا بالمونديال. تخيلوا اوليفر كان تفوق وقتها على رونالدو وقت اللي سجل 8 اهداف بمونديال 2002. اوليفر كان تم اختياره افضل لاعب بمونديال 2002 وقت خسرت المانيا بالفينال مع البرازيل 2-0 بهدفين للفينومينو رونالدو. ليمان اذا كان هو الحارس الاساسي اللي فضله كلينسمان على اوليفر كان بمونديال 2006. ليمان لعب كمان يورو 2008 وقت خسرت المانيا بالمباراه النهائيه مع اسبانيا 1-0 بهدف لفرناندو توريس، تلقته شباك الحارس يانز ليمان بعد ما قدر يتخطى توريس اللاعب فيليب لام وقتها ويسدد ويسجل هدف الفوز الوحيد للاسبان. الاسبان اللي كانوا عم بيفوزوا وقتها بظرف سنتين على المنتخب الالماني بفينال يورو 2008 وبنص نهائي مونديال 2010، وتحكينا بهدف وحيد لكارلس بيول براسيه نجم فريق برشلونه. وقتها اسبانيا تفوقت على المانيا وبالمباراه النهائيه تفوقت على المنتخب الهولندي وبهدف لإنيستا اسبانيا توجت بلقب المونديال الاول والوحيد بتاريخها مونديال 2010 بجنوب افريقيا. ميشيل سالغادو، بول سكولز، لويس فيغو، كل اللاعبين عم يلعبوا بلبنان بمجمع فؤاد شاب الرياضي. بيجوني تسديده حلوه كثير هون وتالق الحارس علي فقيه ترجع على لبنان، تمريره حلوه بالنص لنشوف كيف رح يتم. وهون عم نشوف الاعاده تسديده ميشيل سالغادو الصاروخيه والتصدي الرائع لعلي فقيه، ترجع مقطوعه على كارلس بيول، بيول اللي عم يتقدم للوسط تريزيجي سكولز. شو هالسكولز؟ شو هالتمريرات من بول سكولز؟ شو هالفنان هيدا؟ نجم اسطوري بنادي مانشستر يونايتد. بدي اقول لكم انه سكولز وقتها اعتزل، قرر يعتزل الفوتبول، ابتعد لفتره طويله عن الملاعب لكن رجع عن اعتزاله، ولما حس انه فريق يونايتد بحاجه له رجع وربح بطوله مع اليونايتد، ربح الدوري الانجليزي وقدم مستوى خارق. ولا كانه سكولز وقتها وقف لفتره سنه، عن جد كانت وقتها سابقه بعالم الفوتبول انه لاعب يوقف لفتره طويله ويرجع على عمر كبير بمستوى رائع جدا مع الفريق كبير جدا هو فريق مانشستر يونايتد. ماركو ماتيرازي بحاول يلعب هالضربه الحره بشكل تمريره لا بول سكولز، سكولز لتريزيجي، تريزيجي عليه لاعبين من الفريق اللبناني. بترجع حلوه كثير هالتمريرات الثلاثيه بين نجوم العالم سكولز فيغو، ترجع مره جديده لفيغو للنص بعد عرضيه تريزيجي لكن مقطوعه من الدفاع اللبناني. ومحمد قصاص، قصاص بيحاول يتجاوز هون الدفاع الاخضر. هون محمد قصاص عم نشوفه هداف كبير للبنان، كمان برز كثير مع فريق الحكمه لكن الحكمه كثير كثير. اوه هون 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 يعني بويول عم بيقول له لموسى حجاج ما تستعمل كوعك اكيد بغير قصد يا بويول، معروف انت باخلاقك الرياضيه. مره كارلوس بويول مع فريق برشلونه انضرب على وجهه من لاعب خصم بشكل مباشر، قرب عليه وقت عم بيحكي عم بيقول له ليه عم تعمل هيك، ضربه على وجهه، ركض رونالدينيو وبقيه فريق البارسا لا يدافعوا عن بيول، هديهم وقال لهم ما حدا يتدخل معه اتركوه. فعلا كانت وقتها لقطه برهنت عن روح رياضيه كثير كبيره لكارلوس بيول اللي اكل ضربه على وجهه مثل كف على وجهه، رغم ذلك ما قال له شيء للاعب الخصم وحتى رفض انه زملائه ينتقموا ويقربوا من اللاعب اللي ضربه لبيول قائد وقت فريق البارسا. هون كمان بيول عم بيقول له بس انه ما تستعمل كوعك لا موسى حجاج، لانه كان كانه ضربه على وجهه بهالكره الاخيره. كمان موسى حجاج عم بيطلب اللاعبين يروقوا الطابه شوي، في حماس كبير مثل ما حكيت بالشوط الاول، صدقوني ما حدا بده يخسر، نجوم العالم مش جايين يخسروا، منا منيحه لاسمهم.
الكتار كانوا متوقعين انه نشوف اداء استعراضي فقط هيك مجرد شو على ارض الملعب، منه هالشيء مزبوط. نجوم العالم ما بهمهم يخسروا، حتى نجوم لبنان اكيد ما بهمهم يخسروا، في اسمهم بدأ 3-3 النتيجه لهلا. اذا ملاحظين في عصبيه كبيره على ارض الملعب، اللاعبين عم بيحاولوا المستحيل لا يسجلوا اهداف ويفوزوا بهالمباراه. لاحظوا هون سالجادو بيروق الطابه، بيرجع بيلعب تمريره حلوه كثير لليوسيجو، بس في شخص من الجمهور دخل على ارض الملعب لا ياخذ، او بنت هون عم مهضومه عم تاخذ سيلفي مع روبرتو كارلوس، اكيد لازم يتم التعامل معها بشكل مرتب. هذا اللي عم بيصير. رياكشن حلوه كثير، مصره الصبيه الحلوه على هالسيلفي التاريخيه مع روبرتو كارلوس. بتصير بكل الملاعب العالميه، بنشوفها دائما خاصه مع نجوم الكبار ليو ميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم، بنشوف لاعبين بيدخلوا خلصة على ارض الملعب ما بكون حدا منتبه لهم، مش لاعبين، حدا من الجماهير تدخل خلصة على ارض الملعب بدون حدا ينتبه لها، وبتاخذ سيلفي مع النجوم العالميين. الى جانب صار المهاجم اللي كلنا بتحبه، مهاجم فريق الحكمة السابق، كان لعب مع فريق النجمة ايضا بول رستوم، ولعب مع المنتخب اللبناني. بول بعدك مستمر اكيد بالملاعب، خبرنا اليوم اجواء حلوة كثير عم نتبعها بمجمع فؤاد شاب بجوني. هي فرصة بتصور كثير كبيرة لك، عم تواجه فيجو كارلوس كل هاللاعبين المهمين، كيف يعني شايف الأجواء؟ أكيد أول شيء مهرجان فوتبول كتير حلو، ولازم دائما يصير في هيك مهرجانات لتسويق الفوتبول هون. أكيد حلم إنك تلعب ضد كل هول النجوم يلي أنت بتشوفهم، كنت نحن ربينا على إنجازاتهم وعلى الإنجازات. مين لعبك المفضل فيهم؟ شي واحد من ريال مدريد أكيد. يعني أكيد فيجو وروبرتو كارلوس البرازيلي. نعم هول أكيد. نعم. بول رح نرجع نشوفك اكيد بالمباراه ان شاء الله. مين هيك بدنا نشوفك عم تسجل هدف، اول شيء بدنا هدف الفوز ان شاء الله. خلاص يعني بعدنا اكيد بدنا نجرب قد ما فيه يعني يلا اكيد يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله ثانكيو. يلا ضل نتيجه 3-3 على كل حال لحين دخول بول، مثل ما قلنا وعدنا يسجل هدف الفوز للمنتخب او الفريق اللبناني. الى جانبي عدنان ياسين صاحب ارابيكا سبورتس، مثل ما قلنا اللي حول الحلم لحقيقه، حول كل اللي عم تشوفوه اليوم فعلا لا حقيقه كبيره. اللاعبين النجوم اليوم بفضل هالشركه موجودين بلبنان. عدنان شو بتحب تقول بعد؟ يعني شفناك بكلمه كثير حلوه قبل بدايه المباراه، عم نتابع معك كمان هالمباراه الحلوه 3-3. بدنا نحكي هلا فوتبول بعيدا عن التنظيم وكل شيء. قبل ما نحكي ما فينا ننكر تعبك معنا جورج من البدايه، انت من القلال اللي امنوا بالمشروع، كانوا مصدقين واشتغلوا معنا من البداية وتعبوا، وهذا اليوم اللي عم نعيشه حلم أكيد. اليوم عم نسجل التاريخ أنا وأنتو، وإن شاء الله يا رب تكون هالمبادرة فعل خير للبنان والرياضة اللبنانية. لازم كلنا نتعاون، لازم كلنا نتعاون حتى نوصل الرياضة لأفضل مكان. عدنان بدنا نحكي فوتبول معك هلا. 3-3 النتيجة، الشغلة اللافتة عن جد بهالمباراة، ولا لاعب جاي يخسر. يعني كثار كانوا مفكرين انه هيدا شو، انه اللاعبين العالميين رح يتسلوا اخر همهم النتيجة، بس عم تشوف عصبية على ارض الملعب، وفي روح التحدي وروح الفوز، ولا لاعب من النجوم حابب يخسر المباراة. كنت تتوقع هالشيء؟ التشكيلة بتخيل من الجانبين، التشكيلة فيها عناصر من طبعا هني بيكره الخساره كثير، يعني من اذا نبلش فيجو بويول ماتيراتزي كلها اسماء، حتى خشني باللعب في الطرفين. ف كثير حلو الاداء، وكثير حلو انه عم نحس حالنا عم نحضر ماتش حقيقي مش بس استعراض. نعم على كل حال بعد باقي ربع ساعه نهايه المباراه، 14 دقيقه تقريبا لختام هالمباراه الحلم. نجوم العالم بمواجهة نجوم لبنان، التعادل 3-3. عدنان في حال انتهت بالتعادل في ركلة ترجيحية ولا لا؟ بتخيل نعم حتشهد في ركلة ترجيح ديركت. ما نشوف المواجهة بين علي فقيه ويانز دايمان أو زياد الصمد، نشوف مين رح يختار. بدنا نحيي كمان الكابتن عدنان الشرقي اللي كان المفروض يكون معنا اليوم. كابتن عدنان المدرب الأسطوري لفريق الأنصار، كنا حابين نكرمه أفضل تكريم. بتعرف عنده رقم جينيس بوك بعدد فوز 11 بطولة متتالية على التوالي، في يمكن فريق الرينجرز الاسكتلندي كمان بينافس كان الأنصار وقتها.
بهالرقم الكبير والخيالي 11 لقب دوري على الطاولة. في كمان كابتن علي فقيه عنده جينيس بكره نظافة شباكه. الشباك نعم. عدنان أنا بتشكرك. ثانك يو كمان مرة ثانية. واسم الـ MTV. ميرسي للـ MTV. أكيد الميرسي الكبيرة للـ MTV لمسيو ميشيل مورلي اللي أمر كمان بهالمشروع هون. طابة من برا أصلا. فكرنا هدف والجماهير كلها فكرت هدف. ثانك يو كلنا في عنا. شكرا شكرا عدنان. مرة جديدة عم نشوف هالفرصة الحلوة كثير لمحمد قصاص بقدمه اليسرى. كان عليه كارلوس بيول قدر يتخلص من المدافع الكتالوني ويسدد هالكرة الحلوة. ثلاثة ثلاثة بوست كولز. ماركو ماتيراتزي عم بينفذ هالكرة. رمية التماس. ترجع لبيول. بيول لميشيل سالغادو. سالغادو لسكولز. سكولز. حلو كتير لروبرتو كارلوس. كارلوس لفيغو. فيغو عم بيحاول كان يعطي حلوة كتير تمريرة لبول سكولز لكن مقطوعة من الدفاع اللبناني وانطلاقة من محمد قصاص. تسديدة محمد قصاص خارج. تسديدة قوية كتير للمهاجم اللبناني. ثلاثة ثلاثة 12 دقيقة لنهاية المباراة. ما بدنا الوقت يخلص صدقوني. كتير مبسوطين بهالأجواء. ميشيل سالغادو هون عم بيتخطى دفاع اللبناني. توصل للويس فيغو عم يطالب بخطأ هون سالغادو داخل المنطقة لكن ما في شيء أبدا. الكرة مستمرة. روبرتو كارلوس سكولز بيحاول يسدد وعلي فقيه بيتألق بالتصدي لها الكرة. لويس فيغو وكمان هون شو عم بيصير يا شباب شو عم بيصير يا شباب. فؤاد حجازي ولويس فيغو في عصبية زايدة على أرض الملعب. ما حدا بده يخسر هيدا الشيء واضح. يعني أكثر من مرة عم نشوف تلاسن صغير بين اللاعبين بس أكيد الروح الرياضية عم تضل سائدة. كمان هون شوية تراش توك بين أونيكا ولويس فيغو. ركنية لروبرتو كارلوس. أرضية بيلعبها النجم البرازيلي لميشيل سالغادو أو لبيول. بيول لروبرتو كارلوس مقطوعة من فيصل عنتر. ترجع لعلي فقيه. جمال الحج كمان عم نشوفه اليوم. اليوم صار محلل كبير على أبرز القنوات العربية. جمال الحج اسم غني عن التعريف كمان لاعب نادي النجمة السابق يعني فريق العهد أيضا. جمال الحج أحد أبرز اللاعبين بخط وسط الفوتبول اللبناني. علي فقيه مين ما بيتذكر التألق الكبير لعلي فقيه لجمال طه اللي كنا بنتمنى نشوفه اليوم بهالمباراة أيضا وقتها أيام فريق الأنصار الذهبية. هون عم نشوف كمان لاحظوا روبرتو كارلوس بهدد الأمور. بكل ملاعب العالم بنشوف هيدا الشيء وبكل المباريات. كمان ساعة النايب نديم جميل متواجد هون إلى جانب عدنان ياسين لمتابعة هالمباراة من المنصة الرسمية. بول سكولز ما راح تخطير أبدا يا سكولز راح تضل معلم بعضه محافظ على شكله تقريبا نفسه. بول سكولز مع الشعر الأشقر الأبرص. سكولز علامة فارقة بكرة القدم الأوروبية وبتاريخ نادي مانشستر يونايتد أكيد بتاريخ الكرة الإنجليزية. للأسف إنجازاته على صعيد المنتخب يعني المنتخب الإنجليزي بعيد عن التتويج بالسنوات الأخيرة. بس سكولز بيضل اسم عملاق بالمنتخب الإنجليزي للفوتبول. محاولة لبنانية جمال الحج عرضية بعيدة كان لازم يخففها شوي جمال لها الطابة. لبن التماس ترجع للحارس يانز ليمان لميشيل سالغادو لكارلوس بيول. اوه كمان 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 يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب حدا مهووس جدا شكله بكارلوس بيول. يا شباب ما بدها هالقد. للمرة الثانية عم نشوفها بهالمباراة احد الجماهير عم تدخل على ارض الملعب خايف على حاله. كارلوس بيول هون عم نشوفها من جديد كيف دخل مباشرة على كارلوس بيول. ما في مجال لابس قميص برشلونة كمان قميص الزرق لفريق البارسا وبتجه مباشرة لكابتن فريق البارسا السابق كارلوس بيول او قلب الاسد كما يلقب.
عن جد قلب الأسد، قد كان مقاتل هاللاعب على أرض الملعب، قد للأسف إصابته منعتنا نشوفه لهلأ عم بيلعب. لولا إصابته كارلس بيول كان بعده أكيد هلأ لاعب ببرشلونة، لأنه عنده لياقة بدنية ممتازة وبحلة بدنية ممتازة. اللاعب الكتالوني المميز دافيد تريزيجيه خارج الملعب كمان بالشباك الخارجية. وحرسنا اللبناني زياد الصمد اللي شفناه بالشوط الأول، زياد يعطيك ألف عافية، عن جد تصديات أكثر من رائعة شفناها لألك من النجوم العالميين. شو شعورك عم تصد تسديدات لويس فيجو، دافيد تريزيجيه وغيرهم وميشيل سالجادو؟ أول شيء هذا حدث كبير، نتشكر شركة أرابيكا، شوي بتتنشط اللعبة، حاجة سياسي وحاجة لحالها عشان الوضع الزبالة. اي والله يسلم تمك، هيك شوي رفهت العالم عن نفسها. ماتش حلو والله، وماتش يعني الواحد بياخذ منه هيك شوي بينبسط فيه، بس ما بدنا يروح الماتش بلاش خبيط، يعني هو ماتش استعراضي، ما بدنا شوف تشنج كبير شو عم بيصير. هيك مبين هي، يمكن ما حابين يخسروا، وان شاء الله بدنا نفوق عليهم. يلا ان شاء الله ان شاء الله حبيبي، في حوالي 7:30 لنهايه المباراه، ان شاء الله تضل المباراه حلوه هيك وتخلص بطريقه حلوه وتنبسط العالم كله اللي اجت. اذا صار في ركلات ترجيح رح تكون انت الحارس او على الفقيه ولا هي ذات انا وعلي نفس الشيء نفس الشيء. زياد حبيبي. انا بتشكرك مره جديده، حارسنا بنشوف حالنا فيه حبيبي، وانا بشوف حالي فيكم. ميرسي ام تي في، شكرا. برافو زياد، قدم شوط اول ممتاز، تصدى كمان ما مره كمان مره. يا الله يا شباب يا شباب، ما بدنا ننزع العرس، ما بدنا ننزع العرس الكروي الحلو كثير. اللاعبين ما بيحبوا هالشيء، عم يتعرضوا فعلا لنأزات على ارض الملعب. نرجع لأجواء المباراة. يلا يا شباب، جمال الحاج، مالك حسون، ترجع لجمال، فؤاد حجازي، مالك لعلي فقيه، فؤاد كمان انطلاقة من جمال. يلا يا جمال، تمريرة حلوة كتير هون لكن توصل قبل للحارس يعني زيمان. بعد النتيجة 3-3، روبرتو كارلوس، عرضية حلوة كتير، برافو يا رأسيتك يا فيصل عنتر، أنقذ الفريق اللبناني من محاولة كتير خطرة، كانت تمريرة كتير كتير خطرة لروبرتو كارلوس داخل منطقة الجزاء لدافيد تريزيجيه. موسى حجاج لمالك حسون، خصوم الأمس زملاء اليوم، مالك حسون نجم الأنصار، موسى حجاج نجم النجمة، بول سكولز، ماركو ماتيرازي. ماتيرازي اللي بنتذكر يعني في كثير نسيوا انه هو اللي سجل وقتها هدف ايطاليا الوحيد بفينال المونديال 2006، انتهت بوقتها الاصلي والاضافي 1-1، وقتها سجل بهرمسيه كثير حلوه بشباك منتخب فرنسا وقتها هدف المنتخب الايطالي. رجع وقتها زين الدين زيدان من ضربه جزاء سجل هدف الـ1-1 بشباك الحارس جانويجي بوفون. وراحت المباراة لركلات الترجيح بعد ما انتهى الوقت الإضافي، أيضا تعادل 1. كارلس بيول، دافيد تريزيجيه، حلو كتير الكرة لكن ما بتوصل لبول سكولز. 5 دقائق لنهاية الوقت الأصلي من المباراة والنتيجة 3-3. فؤاد حجازي رمي التماس، بترجع للفريق الأخضر فريق نجوم العالم مع بول سكولز كمان مرة. يمكن بلش التعب يظهر على النجوم العالميين، ما عندهم لاعبين بنش إلا لاعب واحد فقط، بينما الفريق اللبناني عنده 12 لاعب، يعني هناك لاعبين كتير على البنش عم بريحوا بعضهم كل شوي. ترجع طابة مرة جديدة لروبرتو كارلوس، هون بوحدة من تسديداته الصاروخية بيقدمه اليوسا، ترجع لدافيد تريزيجيه، هدفه الثالث لتريزيجول، وبيحتفل كمان بالطريقة اللي عودنا عليها، هاتريك لدافيد تريزيجيه قبل 4 دقائق على نهاية المباراة، إلى جانب زميل جاد عايبس اللي كمان شفناه عم بيعرف عن اللاعبين بداية المباراة، عم تشوف لاعب اللي عادي هدف
الأربعة ثلاثة جاد روبرتو كارلوس على طريقة تمريرة على تسديدة على تمريرة توصل الطابة لتريزيجيه بالزاوية الصعبة جدا للمرمى مرمى الحارس علي فقيه بيسجل لاحظوا كيف في كنترول الرائع بقدمه اليمنى بيسجل 4-3 لفريق نجوم العالم جاد يعطيك العافية هاتريك اليوم لتريزيجيه هاتريك لتريزيجيه يعطيك العافية جورج وعن جد ماتش كتير حلو ومنتظر كان اليوم أكيد ونتيجة بتفرجي قداش الماتش هيك كان طف اليوم بين الفريقين وشفنا قداش اللعيبة إذا بدك كان في هيك مثل أجريسيفنس بين بعضهم حتى لويس فيجو كان رح يعلم تشنج كبير من سالكادو من بيول من فيجو صح. ما بدهم يخسروا أبدا الشباب أبداً. اسمهم بدأ ولاحظ هون الفرحة يعني ما كنا متوقعين إنه مثلا إذا أي لاعب سجل من نجوم العالم يحتفل بطريقة معينة يعني دافيد تريزيجيه لما سجل هدف 4-3 لاحظنا كيف احتفل بطريقة هيك إنه حماس كبير إنه صح. كأنه سجل هدف مع فريق اليوفي أو مع المنتخب الفرنسي يعني فرجة المنتخب او النجوم العالم او النجوم اللبنانيين فرجة احترام كثير كبير عم نشوف كنت عم بقول لك عن الاجريسيفنس اول مره بنشوف روبرتو كارلوس عم بيهدي لا 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 ما بدنا توصل القصه لا تشنج بالملعب روبرتو كارلوس عم بيهدي لموسى حجاج ما بدنا شيء يوصل لانه معروف كابتن موسى برواقه بس هالضغط العالي اللي كان عليهم للاعيبه في حدا قال له شي كلمه يمكن بول سكولز او حدا استفزه دافيد تريزيجيه يمكن كمان ما بدنا هالامور توصل لهون يا شباب بطاقة صفرة لدافيد تريزيجيه عم بيقول له فيرن لابوش عم نحاول ما بترجع بترول الامور يعني قلت لك كابتن موسى بيكون من اروع اللاعبين عم بيرجعوا يسلموا على بعضهم ما عم نشوف الجمهور اللبناني عم يتفاعل معهم كمان جورج روح رياضيه كبيره عن حال ترجع سائده بتصور رح تشوفوا هذا اضافي حرام راح دقيقتين هلا هيك على الفاضي نستفيد منهم ليش لا نسجل هدف الأربعة أربعة ترجع الطابة للفريق اللبناني دافيد تريزيجيه بطاقة صفرة يلو كارد رقم 9 بفريق نجوم العالم بهالمباراة اللي ناطرة الجمهور اللبناني بين نجوم العالم ونجوم الكرة اللبنانية دقيقة واحدة عن نهاية الوقت الأصلي جاد بتحس في أمل بعد للفريق اللبناني إنه يعادل يعني إذا الجمهور هيك بيمشي ورا اللعيبة أو بيشجعون أكثر ما هيك ناطرين هالجمهور كله قاعد هيك مثل ما إنه كأنه ناطر عم يشوف اللمحات الفنية صح. بس لنجوم العالم ناسي إنه في فريق لبناني عم بيلعب مع إنه ليك اللبنانيين عملوا ماتش كثير حلو اليوم يعني إذا بدك أكيد 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 ما كانت مباراة سهلة أبدا لنجوم العالم وبالتالي 4-3 لنجوم العالم بعد في 30 ثانية أنا بقول شوي صعبة صارت الأمور صارت شوي صعبة بنتمنى على كل حال هيك شي طابة شي هدف يخطفوا مثل ما وعدنا شوي بول رستم ليش لا يمكن هي آخر هجمة يلا النجوم اللبنانيين مالك حسون مقطوعة ترجع لبويول لماتيرازي لسالغادو سالغادو بينطلق منتصف الملعب ميشيل لبول سكولز كولز لا روبرتو كارلوس حلو كتير لمحة فنية حلوة من النجم البرازيلي لا ميشيل سالغادو من جديد عم بيحاول الفريق الأخضر يضيع وقت بهالتمريرات لكن مقطوعة ومحاولة هجمة وربما الأخيرة بالمباراة يلا يا شباب ما بدنا طابة لورا بدنا طابة لقدام طابة لا الفريق نجوم العالم للأسف وضعناها هيك بطريقة سهلة بول سكولز تريزيجيه او تريزيجول عن حق وحقيقه تريزيجول اليوم هاتريك للنجم الفرنسي من اصل 4 اهداف سجلها فريق نجوم العالم مقطوعه برافو فؤاد حجازي تحيه كبيره عن جد نروح كتير اليوم العاب دارية اكيد عم تضوي سما مدينه جوني احتفالا بختام هالمباراه هيدي مباراه العمر نجوم لبنان ضد نجوم العالم اللي بعد ما خلصت وبعد في هون محاولة كانت لوب لتسجيل هدف طلعت فاكر انا العاب النارية مين عطى الاذن باطلاقها المباراة بعد ما خلصت فكروا انه انتهى الوقت يعني خلصت بس في وقت اضافي يا شباب تم اضاعة الوقت ولكن هلا خلصت المباراة هلا 4-3 لصالح نجوم العالم بمواجهة نجوم لبنان مباراة حلوة كثير 7 اهداف حلوة شاهدناها
بنتمنى هلا الجماهير عن جد تضل بمحلها، ما حدا ينزل على عرض الملعب. على كل حال دغري تفضل الملعب بالنجوم، عم يتفضل الملعب من اللاعبين، وعم نشوف هلا هالالعاب الناريه حلوه كثير مع ختام هالنقل المباشر مشان سكادو عطى قميصه لاحد المشجعين بلفته كثير حلوه منه. اجواء احتفاليه حلوه كثير مع ختام المباراه هيدي يلي انتهت بفوز نجوم العالم على نجوم الكره اللبنانيه 4-2. فوز صعب جدا كان، رغم انه الفريق اللبناني بنذكر كان متقدم 2-0، رجعنا تعادل 2-2، رجعنا 3-2 للبنان، 3-3 عبر بول سكولز، ورجع دافيد تريزيجيه سجل الهاتريك بهالمباراه، عمل ثلاثيه سجل 4-3 ل فريق نجوم العالم واعطى الفوز للفريق الضيف. حلو كثير هالجو، هلا جماهير 10,000 متفرج، الحلو كمان جاد العيال اللي عم نشوفها، يعني العيال يعني العائلة كلها رجال وزوجته مع اولادهم عم بيكونوا موجودين، شغله عن جد صرنا زي ما شفناها بالملاعب. ثانك يو جاد، وتوفيق كمان لفريق بانكو بيروت بالفوتسال اللي كنتوا عم تكرموا كمان فتره صغيره، نجم كبير برياضه الفوتسال، شكرا لك. رح بهالوقت نرجع نستعرض اجمل لقطات هالمباراه جيم اوف ليجندز بهالملخص السريع. عم نشوف هدف بول سكولز، كان هدف ال 3-3 بشباك الحارس علي فقيه، وكمان مره عم نستعرض هون هدف جديد كان لاونيكا، كان هدف 3-2، وهون هدف دافيد تريزيجيه هدف 4-3 لصالح نجوم العالم. 4-3 عم تنتهي المباراه اذا بفوز نجوم العالميين على نجوم الكره اللبنانيه بهالعرس الكبير للفوتبول اللبناني. اكيد عمليه اخلاء الملعب عم تصير بهالوقت مع نهايه هالعرس الكبير. انا بتشكر كل اللي تابعونا عبر شاشه الام تي في بشكل مباشر، بتشكر كل الفريق التقني اللي صار له زمان موجود وعم بيتعب وتعب معنا كثير بهالنقل الحلو كثير لهالمباراه، واكيد بنلاقيكم بمواعيد رياضيه لاحقه اذا الله راد. من هلا لوقتها اطيب التمنيات، وخليكم على الام تي في.